مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون حلقة غاية في الأهمية، عندنا كلام كتير جدا جدا هنتكلم فيه، سواء في الشق المحلي أو الشق العالمي، وكمان زي ما حضراتكم متعودين دايما أهم حاجة بالنسبة لنا كلنا النادي الأهلي وآخر أخباره. بالتالي حلقة هتكون مهمة ودسمة جدا 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 النهاردة. ضيف حلقتنا، ضيف كل خميس زي ما حضراتكم تعودتوا، ايضا الاستاذ الكبير الاستاذ محمد القوسي، وبتبقى فقره مميزه جدا مع نهايه حلقه كلام في الميديا كل خميس. النهارده هيكون ضيفنا الاستاذ الكبير الاستاذ محمد القوسي، نائب رئيس تحرير الاهرام، والكلام هيكون كتير جدا في هذه الفقره، وهنفتح كل ملفات زي ما اتعودنا دايما، ونتكلم في امور كتيره في الحقيقه يعني هتكون مهمه جدا وبتهم كل الجماهير الاهلاويه. قبل ما نستفيد في الحديث خلينا نروح نشوف اهم وابرز العناوين، يلا بينا. الاهلي النادي الاكثر نجاحا في العالم. الفريق الأول يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز. المدير الفني يستقر على التشكيل والفريق يدخل معسكراً مغلقاً غداً. لاسارتي: الأهلي أثبت أن كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل. اتحاد الكرة: طاقم حكام مصري يدير لقاء الأهلي وبيراميدز. اليوم منتخب الناشئين يواجه أيسلندا في ربع نهائي مونديال اليد. ومحمد صلاح يحتل المركز السادس بقائمة أفضل لاعب في أوروبا. طيب عناوين كلها مهمة في الحقيقة، وكلام كتير أهم هنتكلم فيه وهنعلق عليه من خلال أخبار الأهلي في الصحف والمواقع اللي هنشوفها وهنتابعها على مدار الحلقة. لكن في كام جزئية كده عايزين نقولهم لكل جماهير النادي الأهلي، وهي بتتعلق ببعض اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، اللي موجودين على قوة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، وده كلام مهم قوي ركزوا معايا فيه كويس جدا. نبتديها واحدة واحدة. النهارده في كلام كتير جدا طلع على كريم نيدفيد، وان اللاعب تم تشخيص حالته بطريقه خاطئه، وان النادي الاهلي فشل في علاج اللاعب، وان طبيب النادي الاهلي شخص الاصابه بشكل غلط خالص، وكلام كان كتير قوي في الجزئيه دي بالتحديد امبارح بالليل والنهارده يعني، وان اللاعب مسافر المانيا. نيدفيد من الاخر كده مسافر المانيا، هيروح المانيا عشان الطبيب الالماني يكشف عليه ويشوف الامور وصلت لحد فين. نيدفيد عنده ورم او عنده رشح في الركبه، هل ده بناء على تشخيص خاطئ في المجمل في العموم؟ لا خالص. حاله نيدفيد من اولها لاخرها من خلال الطبيب الالماني، النادي الاهلي اول ما كريم نيدفيد اتصاب تعرض للاصابه صفره على طول على المانيا. الطبيب الالماني هو اللي تولى الحاله الخاصه بكريم نيدفيد، وتولى البرنامج العلاجي الخاص بيه والجراحه اللي عملها في الغضروف، كل هذه الامور تحت اشراف مين؟ الطبيب الالماني في المانيا. ونيدفيد سافر هناك اول ما اتصاب وتعالج، والاصابه ممكن خدت وقت كبير جدا مع نيدفيد، خدت وقت كبير بصراحه. الاسباب ايه؟ ده اللي هيحدده ايضا الطبيب الالماني المسؤول المسؤوليه الكامله والتامه عن حاله كريم نيدفيد. دي جزئيه مهمه جدا. الرشح اللي عنده في الركبه ممكن يكون امر غريب شويه، لكن ده برضو يرجع لرؤيه الطبيب الالماني، هو ادرى مننا كلنا، احنا ما نفهمش حاجه في الطب خالص، اللي يفهم في الموضوع ده هو الطبيب الالماني. فنيدفيد هيسافر وهيتم الكشف على حالته والوقوف على مدى التطور بالنسبه لركبته، التطور العلاجي الايجابي بالنسبه له هيكون ماشي ازاي، وصل لحد فين، هل محتاج شيء اخر، هل في اجراءات اخرى او طريقه علاجيه اخرى هيتم علاج بيها كريم نيدفيد. دي كلها امور هنعرفها من الراجل
الطبيب الالماني. عشان بس نوضح الامور، لان البعض النهارده طلع اتكلم قال لك ان الاهلي شخص حاله نيدفيد غلط، وان الموضوع كان متسبب في النادي الاهلي، كلام غير حقيقي اطلاقا. واحنا قلنا نطلع نوضح لحضراتكم الموضوع، او كلامنا توضيح من خلال مين؟ من خلال المسؤولين في النادي الاهلي. من خلال مين بالتحديد؟ من خلال الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واحنا تواصلنا معاه قبل الحلقه وقال لنا الكلام ده. طيب، لاعب اخر من ضمن اللاعبين مؤمن زكريا، وكلام كتير ولغط كتير جدا على مؤمن زكريا. من الاخر، مؤمن زكريا لن يتم قيده في القائمه المحليه للنادي الاهلي. ليه؟ علشان مؤمن زكريا حالته والاصابه بتاعته هتستغرق قد ايه؟ من 3 لـ4 شهور. طيب، هل انا من المنطقي ان انا اقيد لعيب عنده اصابه هتستمر معاه 3 أو 4 شهور طبقا للطبيب اللي قال عليه؟ لا طبعا، مش منطقي. طيب، هل النادي الاهلي كده بيستغنى عن مؤمن زكريا؟ النادي الاهلي ساب مؤمن زكريا كده، باع مؤمن زكريا يعني؟ مش باعه قصدي وداه لنادي تاني، لا باعه يعني، ما خلاص مؤمن انت مصاب احنا مش عايزينك. لا، النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي، الاهلي ما يعملش كده. الاهلي عمل ايه؟ او هيعمل ايه؟ هيتكفل بعلاج مؤمن زكريا وهيهتم بحالته بشكل كامل جدا جدا جدا. وبعد ما يتم الانتهاء من علاج مؤمن زكريا ويعود ان شاء الله باذن الله معافى من الاصابه بشكل كامل وبنسبه 100%، ساعتها هيكون في كلام تاني. ساعتها النادي الاهلي هيقرر هل هو مؤمن زكريا بالتحديد هيكون في قائمه النادي الاهلي في شهر يناير، ولا الامور هتمشي ازاي. ده كلام سابق لاوانه. لكن دلوقتي في ايه؟ دلوقتي مؤمن زكريا مش هيتم قيده محليا مع النادي الاهلي، ومؤمن زكريا هيتم علاجه على نفقه النادي الاهلي طبيعي جدا، لان النادي الاهلي ما بيسيبش ابنائه كده حتى لو بيمروا بظروف صعبه. وفي الحقيقه مؤمن زكريا بيمر بظروف صعبه جدا نفسيا بالتحديد بسبب الاصابه. اي لاعب مكانه هيبقى زعلان قوي، وايضا هو لاعب مهم جدا ومميز جدا 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 وهداف وكل حاجه، وزي ما حضراتكم شايفين كده الاهداف على الشاشه، جاب اهداف كتير جدا مع النادي الاهلي مؤمن زكريا. فباختصار كده، هي دي حاله مؤمن زكريا، او دي الكيس بتاعت مؤمن زكريا، القصه بتاعت مؤمن زكريا هتكون عامله ازاي. فاللاعب هيتم علاجه بالتحديد، في الغالب هيكون في المانيا برضه، وهيتم بعد علاجه تقييم مدى احتياج النادي الاهلي لمؤمن زكريا، وده لسه هنعرفه بعد ما ينتهوا الثلاث اربع شهور اللي جايين. دي قصه مين؟ مؤمن زكريا. نروح لقصه اخرى، ناصر ماهر. ناصر ماهر وايضا محمد شريف، برضه كلام كتير جدا على انهم خلاص هيمشوا من النادي الاهلي، وقريبين مش عارف، ناصر ماهر قريب من سموحه، ومحمد شريف قريب من انبي. الملف ده بالتحديد الاثنين لعيبه دول، وضيف معاهم بنسبه كبيره هشام محمد، تمام، مع اداره التعاقدات بالنادي الاهلي. خلاص الموضوع مع اداره التعاقدات، مع امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. ملف اللعيبه اللي بقول لحضراتكم عليهم الاسماء، ناصر ماهر، محمد شريف، الملف بتاعهم دلوقتي مش مع الجهاز الفني، خلاص مش مع الجهاز الفني، مع امير توفيق مدير اداره التعاقدات. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان في عروض للاثنين لعيبه، كلام مش غريب على حضراتكم، عارفين ان في عروض طبعا. ومعنى كده ان النادي الاهلي بيتفاوض بشان الاثنين لعيبه دول بالتحديد في اتجاه الاعاره، في اتجاه الاعاره. الملف بالكامل خلاص مع الكابتن امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. ضيف ليهم هشام محمد نسبيا يعني حتى هذه اللحظه. هتقولي طب حسين السيد؟ لا، حسين السيد لسه كلام شويه عليه. حسين السيد الموضوع لسه فيه كلام كتير، لسه النادي الاهلي ما استقرش بشكل كبير، او الجهاز الفني ما استقرش بشكل كبير على موقف حسين السيد اللي تم الاستقرار عليهم بشكل كامل خلاص. وده برضو طبقا لمعلومات احنا بنقولها لكم من خلال التواصل مع مدير الكره بالنادي الاهلي. فدي بعض الملفات اللي احنا كان لازم نوضحها لحضراتكم، لان الاسئله كانت كتير على مدار الايام اللي فاتت، والتوضيح لازم يكون دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لان دايما بيطلع اخبار كتير على كل لاعبي النادي الاهلي، توضيح زي ما قلنا لحضراتكم كده بالظبط. تمام. ده ملف ابتدينا بالحلقه، لكن في ملف مهم قوي جدا، وهو ما يتعلق بمباراة الأهلي وبيراميدز. مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة غاية في الأهمية، استعداد ليها قوي جدا جدا. هي مش مباراة ثائرية إطلاقا خالص، هي مباراة في كرة القدم. النادي الأهلي هيلعبها بهدف إيه؟ بهدف الوصول لنهائي كأس مصر،
مش بس تخطي مباراة بيراميدز. الحسابات دايما عند النادي الأهلي واحدة، أنا بلعب ماتش كورة عايز أكسب، هو ده النادي الأهلي عايز أكسب، لكن ما ببصش الفرقة دي كسبتني ما كسبتنيش الكلام من ده، لا مفيش كلام ده، أنا بدخل مركز في الماتش، أهدافي متحددة بشكل واضح جدا لكل الناس، وعارف إمكانياتي وإمكانيات الجهاز الفني واللعيبة اللي عندي، وهشتغل من خلال هذه الإمكانيات الرائعة. في الحقيقة النادي الأهلي عنده إمكانيات ممتازة، سواء كقايمة أكثر من رائعة، كجهاز فني، جهاز فني مميز منتظر منه المزيد بإذن الله تعالى، وكل هذه الإمكانيات بإذن الله هتقود النادي الأهلي لتخطي عقبة بيراميدز. الاستعداد بشكل قوي جدا، مستر لاسارتي ذاكر الفرقة بشكل مميز، الجهاز الفني بشكل كامل يعني، محاضرات فنية كتير، تدريبات طبعا زي ما حضراتكم عارفين خلال هذه اللحظات بيبتدي تمرين النادي الأهلي، وأكيد هيكون عندنا تواصل مع مراسل النادي الأهلي هناك في الجزيرة عشان نعرف آخر الأخبار والتطورات. بمناسبة مباراة بيراميدز ومناسبة كأس مصر، عايز أفكر حضراتكم زي النهاردة النادي الأهلي قدر يفوز على المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر بنتيجة 2-1، مباراة حضراتكم كلكم تفتكروها، ودي الأهداف بتاعت المباراة، ده كان هدف للنادي المصري. امتى؟ كان في الشوط الثالث بالظبط، يعني الشوط الاول الاضافي يعني بالتحديد، لان المباراه انتهت بتعادل سلبي 0-0. اللي جاب الهدف للنادي المصري عبد الله بيكا مع نهايه الشوط الاول الاضافي. بعد كده بقى الهدف ده مين اللي جابه؟ ده جابه عمرو جمال من اسيست لعلي معلول، جاب هدف التعادل في الشوط الثاني الاضافي، و بعد ما نزل عمرو جمال ساعتها بدقائق يعني، لان الهدف ده يعتبر من اغلى اهداف عمرو جمال في الحقيقه. طيب الهدف الثاني جابه مين زي ما حضراتكم اكيد فاكرين واحنا بنفكر دايما كل الاهلاويه؟ جابه احمد فتحي، هدف رائع جدا، واحمد فتحي كان ليه تصريح قال ده من اغلى اهدافه ومن احلى اهدافه، كان عمل له الاسيست ايضا عمرو جمال. بالمناسبه عمرو جمال كان خد قرار خاطئ جدا بعد هذه المباراه ان هو راح بيدفست، وده اللي أثر على بقية مسيرته يعني في الحقيقة، لكن عموما يعني ده الماتش ودي المباراة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي زي النهارده بالظبط في 2017، وقدر النادي الأهلي ان هو يجمع في هذا الموسم آخر موسم جمع فيه النادي الأهلي بطولتين، الدوري والكاس. المباراة كانت في استاد الجيش برجع. طيب أكمل لحضراتكم أو أقول لحضراتكم وأفكركم بتشكيل الفريق في هذا التوقيت، كان شريف إكرامي في حراسة المرمى، احمد فتحي، رامي ربيعه، محمد نجيب وعلي معلول في خط الدفاع، قدامهم حسام عاشور كان كابتن الفريق، وعمر السليه، وكان امامهم كل من مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وجونيور اجاي. صالح جمعه نزل في الشوط الثاني بدل من وليد سليمان في الدقيقه 65، احمد حمودي بدل من مؤمن زكريا في الدقيقه 10 للشوط الثالث، عمرو جمال بدل من حسام عاشور في بدايه الشوط الرابع. التشكيل المصري ساعتها كان تحت قياده الكابتن حسام حسن، كان احمد مسعود في حراسه المرمى، كريم العراقي، اسلام صلاح، منصور، محمد حمدي، فريد شوقي، عمرو موسى، عبد الله جمعه، حماده ناصر، محمد جمال الشامي، احمد جمعه. فادار هذه المباراه الحكم النرويجي سفين اودفر، هو اللي ادار هذه المباراه، فبالتالي ده حدث مهم، وكان زي النهارده قلنا نفكر حضراتكم بيه، وبالمناسبه طبعا هدفنا السنه دي ان احنا ناخد ان شاء الله باذن الله كاس مصر عشان نجمع ما بين البطولتين، بعد اخر مره جمعنا البطولتين موسم 2016 2017، عشان تبقى المره 15 اللي انت بنجمع فيها بطولات الدوري والكاس، وهيبقى في الحقيقه حدث مهم وسعيد. بالتالي من هنا جاي تركيز النادي الاهلي على بطوله الكاس هذا الموسم، عايزين نبتدي الدوري واحنا واخدين كاس مصر باذن الله، وواخدين كمان السوبر ان شاء الله قبل المباراه او قبل بدايه الدوري بيوم. اوكي، في بقى جزئيه مهمه جدا قبل ما نروح بقى سريعا كده لاهم الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في الصحف امبارح. كانت مباراه ليفربول وتشيلسي في السوبر الاوروبي، طبعا بنبارك ليفربول واحنا مبسوطين لان محمد صلاح حقق اللقب الاوروبي، اول تقريبا عربي حقق هذا اللقب يعني، او ثالث واحد بعد رابح ماجر واشرف حكيمي. طيب فبالتالي لقب مهم جدا محمد صلاح، لكن الشيء الملفت طاقم التحكيم النسائي لهذه المباراة، ايه الاداء ده؟ ايه الروعة دي؟ مفيش اخطاء خالص خالص يعني، انت طول الماتش كده قاعد مستمتع بالاداء التحكيمي، الاداء كان مميز جدا جدا. المساعدة
بتاعه اللاين مان يعني او اللاين وومن طبعا في الاوفسايدات ما بتهزرش خالص. اي كوره انت شاكك فيها لما بتشوفها في العاده فعلا بيبقى عندها حق. ده طبعا صوره الطاقم التحكيم النسائي لهذه المباراه، كان مكون من مين؟ كان بقياده الفرنسيه ستيفاني فرايبرت، وكان بيعاونها ايضا حكمه او مساعده فرنسيه مانويلا نيكولاس وميشيل اونيل، والحكم الرابع كان الحكم التركي الشهير شاكيري. المهم يعني في الموضوع كله ان ده التحكيم بره، هو ده التطور اللي بيحصل. طاقم تحكيم نسائي بيعمل مباراه بطوله ما بين فرقتين كبار جدا تشيلسي وليفربول بهذا الاداء وهذا المستوى. لما تيجي حضرتك كده تقارن وتفكر الحكام او النساء اللي بيحكموا بره عاملين ازاي، والرجال اللي عندنا هنا مستوياتهم عامله ازاي. انا مش بعيب في الحكام المصريين، بالعكس احنا كلنا بنساندهم وفي ظهرهم، لكن الناس اللي بره النساء دول اتيحت لهم كل الفرص والمناخ اللي يقدر يساعدهم ان هم يتطوروا من نفسهم. هل احنا عندنا هنا في مصر المناخ اللي يساعد الحكام المصريين ان هم يطوروا من نفسهم؟ لا ما عندناش. هيبقى عندنا اتمنى، مش عارف يعني لحد دلوقتي صعب شويه، لكن ممكن يكون عندنا سياسه للتطوير، ممكن يكون عندنا تفكير ان احنا ازاي نطور اداء الحكم المصري، بدل ما كنا السنه اللي فاتت جايبين حكام اجانب قد كده تقريبا 32 مباراه في الدوري السنه اللي فاتت كانت بحكام اجانب، وايه وطاقم التحكيم في التوقيت ده كان بياخد كام؟ 25,000 دولار، تمام، وكانوا حوالي 26 حكم اجنبي اللي جم، لان يعني في منهم مقرر، يعني في منهم اتكرر جم حكموا اكتر من مباراه، يعني جم حكموا اكتر من مباراه في الدوري، يعني طاقم تحكيم اتكرر يعني. لكن الجزئيه كانت سلبيه السنه اللي فاتت، فالشيء بشيء بيذكر في الحقيقه. يعني احنا شفنا امبارح الحكام كان ادائهم عامل ازاي، النساء دول طاقم التحكيم النسائي عملوا مباراه اكثر من رائعه بشكل مميز جدا في الحقيقه جدا. نفسنا، مش عايز اقول اوكي النساء يحكموا عندنا، سيدات يعني يحكموا عندنا في مصر، بس صعب يعني صعب. سيبك من الحته دي بقى، احنا نفسنا ان الرجاله نفسهم الحكام يتطوروا اكتر من كده. نفسنا ان احنا ما نلجاش لحكام اجانب، لان في الحقيقه احنا كان طول عمر سمعه الحكم المصري فنيا مميزه جدا جدا. التراجع ده سببه ايه؟ لازم نشوف علاج ليه. وانا في الحقيقه بثق في الكابتن سمير محمود عثمان رئيس لجنه الحكام الجديد باتحاد الكره، ان هو اكيد عنده رؤيه للتطوير التحكيم بالتحديد في مصر، وكيفيه علاج الاخطاء الكثيره اللي وقع فيها الحكام المصريين واللي ادت لجلب حكام اجانب كثير جدا مختلف الانديه السنه اللي فاتت. ويعني الموضوع ده ازاي يتعالج، يعني موضوع مهم جدا ولازم يكون في تركيز عليه خلال الفتره الجايه. فان شاء الله باذن الله نتمنى التطوير دائما في الكره المصريه بجميع عناصرها، يعني في الحقيقه تحكيم، ملاعب، عوده جماهير نتمناها، ايضا مستويات فنيه، كل حاجه. عندنا ملاعب كويسه في الحقيقه دلوقتي، المهم الحفاظ عليها والصيانه تبقى كويسه، واستاد القاهره بيعمل صيانه دلوقتي عشان ان شاء الله نستضيف مباريات الاهلي والزمالك ومباريات بشكل عام. يعني نتمنى الافضل دائما للكره المصريه. نخش بسرعه في الحلقه، نروح نشوف اهم الاخبار اللي كتبت على النادي الاهلي في الصحف، يلا بينا. مجله الاهلي، ارفعوا القبعه، الاهلي الاكثر نجاحا في العالم. مجله الاهلي، وفقا لتقرير سوبر باور فوتبول، نادي القرن في افريقيا يسبق برشلونه وريال مدريد. الاهلي يتصدر الانديه الاكثر فوزا بالبطولات في العالم، 118 بطوله تضع نادي القرن في المقدمه، ورينجرز الاسكتلندي ثانيا ب 115، والبارسا رابعا ب 91 بطوله. مجله الاهلي، موعدنا الثامنه مساء السبت وان شاء الله هنكسب. وكمان الكاس يا حبيبي الناس، الاهلي بطل الدوري واجه بيراميدز في طريقه للثنائيه ال 15 ان شاء الله. مجله الاهلي، الاهلي يجمع بين الدوري والكاس 14 مره. الاخبار، الاهلي يلجا الى سلاح جديد لتخطي بيراميدز، سفر مؤمن للعلاج في المانيا،
والأحمر أكثر أندية العالم حصولا على البطولات. الشروق، الأهلي يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا في ألمانيا، اللاعب لن يتم قيده قبل التخلص من الإصابة. الشناوي يعود لحراسة المرمى أمام بيراميدز وتحديد موقف رمضان صبحي. الأهرام، الأهلي يرفع درجة الاستعداد لمواجهة بيراميدز في دور الـ16 بالكأس. عبد الحفيظ، مؤمن زكريا خارج القائمة وحسم موقفه نهائيا في ديسمبر. الأخبار المسائية، الأهلي واصل ترتيب أوراقه، تأجيل قيد زكريا وإعارة شريف، والفريق يستعد بقوة لبيراميدز. المصري اليوم، الأهلي يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة بيراميدز، تقرير ألمانيا يحدد مصير مؤمن مع الفريق، حمدي يرفض التمديد، وقيد سعد ومحمود وندوي في القائمة المحلية. هنعلق على الخبر. مجلة الأهلي، عمرو أنور يرفع الطوارئ بفريق الشباب. مجلة الأهلي، سراج يجهز 2001 لمواجهة سموحة والزمالك. طيب نبتدي بمجلة الأهلي واللي بتتكلم في الحقيقة عن بطولات الفريق، وبيقولوا ارفعوا القبعة، الأهلي أكثر أو الأكثر نجاحا في العالم. ده ليه؟ بعد طبعا ما تم تصنيف الأندية أو رصد عدد بطولاته. النادي الأهلي 118 بطولة، أعلى نادي في العالم، ونادي رينجرز الاسكتلندي جه في المركز الثاني 115 بطولة، بعديه ناسيونال الأوروغوياني 113 بطولة، وبرشلونة 91 وريال مدريد 90. النادي الأهلي بيتصدر على كل هذه الأسماء، في أسماء كثيرة جدا، في ميلان وفي يوفنتوس وفي مانشستر يونايتد، في أسماء كثيرة جدا جدا كمان بعد كده. النادي الأهلي الأول عالميا، وده إنجاز في الحقيقة أو شيء مميز جدا إن يكون في نادي مصري، ما بالك كمان نادي باسم وعراقة وتاريخ النادي الأهلي، بيتصدر أندية العالم من حيث الألقاب 118 بطولة، ولسه بإذن الله النادي الأهلي في طريقه للحظ العديد والعديد من الألقاب، وده الهدف الأساسي دايما للنادي الأهلي. نروح لمجلة الأهلي أيضا واللي بتتكلم على، تمام خلاص ده يعتبر علقنا عليه برضه. احنا عايزين نروح للخبر اللي بعديه، وكمان الكاس يا حبيب الناس، ان شاء الله باذن الله مباراه الاهلي وبيراميدز دي مباراه غايه في القوه والاهميه، والفريق بيراميدز في الحقيقه فريق مميز جدا جدا مع عناصر مميزه قوي قدر ان هو يضيفها في فتره الانتقالات الحاليه، فالمباراه من هنا صعوبتها طبعا، بالاضافه ان هم يعني عاملين تشكيله كده ايه، عناصر خبره مع شباب مع اضافات جديده، اكيد هتفرق معاهم ان شاء الله، ما تفرقش معاهم بالتحديد في مباراه الاهلي يعني، لان احنا كمان او النادي الاهلي كمان عنده فرقه تقيله قوي، قايمه تقيله جدا ما شاء الله، لا قوه الا بالله يعني. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه، وان شاء الله يتاهلوا دور الثمانيه من بطوله كاس مصر. المباراه ان شاء الله يوم السبت بعد بكره الساعه 8 مساء باستاد الجيش برج العرب. مجله الاهلي ايضا واللي بتتكلم على ان الاهلي بيجمع بين الدوري والكاس 14 مره، وباذن الله السنه دي تكون المره الـ15. اخر مره كان في موسم 2016 2017 لما كسبنا المصري في النهائي، وكسبنا كمان بطوله الدوري في هذا التوقيت. ان شاء الله النادي الاهلي قادر على جمع ما بين البطولتين هذا الموسم، ممكن يبقوا ثلاثيه كمان لو كسبت السوبر باذن الله امام نادي الزمالك. طيب نروح للاخبار. الاخبار بتقول ايه؟ بتقول الاهلي يلجا الى سلاح جديد لتخطي بيراميدز. سفر مؤمن للعلاج في ألمانيا، والأحمر أكثر أندية العالم حصولا على البطولات. الجزء الثاني من الخبر احنا علقنا عليه سواء فيما يتعلق بمؤمن مع بداية الحلقة، قلنا الأخبار بالضبط، وأن الأهلي خلاص أكثر حصولا على الألقاب أكثر أندية العالم، ده برضو علقنا عليه. لكن الجزء الأهم، الأهلي يلجأ لسلاح جديد لتخطي بيراميدز. الأهلي ما عندوش أسلحة مختلفة، ممكن يكون سلاح تكتيكي جديد، سلاح فني معين ممكن يلجأ ليه الجهاز الفني، لكن دايما سلاح النادي الاهلي فين؟ في اسمه وفي لعيبته. عندك طبعا اسم كبير، اسم النادي الاهلي، الموضوع مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، لكن في نفس الوقت عندك لاعبين كبار جدا مميزين قوي قوي فنيا عاليين ما شاء الله، فبالتالي اسلحه النادي الاهلي دايما معروفه،
والنادي الاهلي ما بيشوفش ايه اللي ممكن يخليه يكسب بعيد عن الجانب التكتيكي والفني. اه ممكن يكون في وجهه نظر معينه في التشكيل مثلا او حاجه تفكر من خلالها كمدير فني ان انت تستخدمها عشان تكسب المباراه، اوكي، لكن دايما معروف ان النادي الاهلي سلاحه واحد، السلاح بيبقى ايه؟ ان انت تعمل اي حاجه عشان تكسب، اي حاجه فنيا في الملعب يعني. فالنادي الاهلي ان شاء الله طبعا مركز بشكل كبير جدا في الفوز على بيراميدز، وان شاء الله يكونوا موفقين في تخطي هذه العقبه. طيب الشروق بتاكد الكلام اللي احنا قلناه مع بدايه الحلقه ان الاهلي يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا في المانيا، وان اللاعب لن يتم قيده قبل التخلص من الاصابه، لما تخلص الاصابه هيتم تقييم الموقف ساعتها. والشناوي يعود لحراسه المرمى امام بيراميدز وتحديد موقف رمضان صبحي. الشناوي لسه راجع من الاصابه وجاهز وبيشارك في التدريبات بقاله يومين ثلاثه بشكل كويس جدا بعد ما رجع الفريق من بعد مباراه اطلع بره، كان في يوم اجازه. ثاني يوم على طول اللي هو كان اول امبارح الشناوي شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وجاهز لهذه المباراه طبقا للرؤيه الفنيه. اعتقد الشناوي ممكن يبتدي. علي لطفي لا حارس مميز جدا، شريف اكرامي لسه طبعا بيتاهل خلال الفتره الحاليه، ايام قليله جدا وشريف اكرامي يخش في التدريبات الجماعيه، لكن يبدو كده ان الاقرب فعلا محمد الشناوي لحراسه المرمى في ظل جاهزيه موقف رمضان صبحي. ممكن يكون عنده اجهاد او حاجه، هنتاكد من موقف رمضان في المداخله بعد قليل. نروح للاهرام. الاهلي يرفع درجه الاستعداد لمواجهه بيراميدز في دور ال 16 بالكاس. خلينا نتفق ان المباراه دي مرتقبه. مرتقبه يعني ايه؟ يعني الناس كلها مستنياها من الاخر كده. مباراه قويه جدا فنيا ان شاء الله نتمتع بيها. النتيجه ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان مؤمن زكريا خارج القائمه، خلاص الكلام ده احنا اتكلمنا فيه. نروح للاخبار المسائي. الاهلي وصل ترتيب اوراقه، والترتيب في الحقيقه بيتم العمل فيه بشكل مميز جدا، ترتيب اوراق الفريق. انت جبت لاعبين، والجزئيه دي احنا اتكلمنا فيها امبارح بالتحديد في المقدمه، وقلنا سياسه النادي الاهلي اكثر من رائعه سواء في جلب اللاعبين والعناصر اللي انت محتاجهم جدا وترك العناصر اللي انت ممكن ما تكونش محتاجهم خلال الفتره اللي جايه. السياسه مهمه جدا ومميزه جدا في الحقيقه من النادي الاهلي هذا الصيف. تأجيل كد زكريا وإعارة شريف اقترب فعلا، والفريق يستعد بقوة لبيراميدز، ده شيء مفروغ منه. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بتتكلم فيه. الأهلي يرفض الأهلي يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة بيراميدز. ليه؟ لأن هي مباراة لسه في دور 16. مباراة قوية، فريق محترم، فريق كويس، إمكانياته كويسة، لكن أنت في لائحة بتمشي من خلالها يعني. تقرير الماني يحدد مصير مؤمن مع الفريق، حمدي يرفض التمديد. دي جزئيه مهمه قوي بقى. الكلام ده يا جماعه مش حقيقي. يعني احمد حمدي الموضوع لسه، النادي الاهلي قد يلجا لاعاره احمد حمدي، وقد يكون في حال او في حاجه مهمه جدا لاحمد حمدي. هتقول لي ما هو الاهلي عنده صالح جمعه، عنده قفشه في المركز ده. لا، احمد حمدي برضه لعيب كبير جدا. بروميسنج، مميز. ممكن تلجأ له في ظل الموسم اللي بيبقى طويل افريقيا ومحليا وكل حاجه انت بتشارك فيها وكل البطولات انت بتشارك فيها. هتقول لي ما افريقيا مش متأيد. هقول لك ماشي، ممكن تلعبه محليا يعني. المهم يعني ان الجزئيه دي لسه هيتم تحديدها بالتحديد فيما يتعلق باحمد حمدي وحسين السيد. كمان الموضوع لسه ما تمش البت فيه بشكل نهائي. قيد سعد ومحمد محمود وندف في القائمه المحليه، ده امر اعتقد ان هو طبيعي يعني. اللاعبين الكبار لسه طبعا ما تمش الاعلام بشكل رسمي مين اللي هيتم قيده في القائمه المحليه. الثلاث اربع اماكن اللي ممكن تعيد فيهم هم اربعه محليا وافريقيا يعني. فممكن سعد نجم كبير، لاعب كبير جدا في خط الدفاع. كريم نيدفيد ممتاز اكثر من رائع، وبان امكانياته في الموسم اللي فات بالتحديد. ومحمد محمود كده كده انت محتاجه طبعا، ده لعيب مميز للاهلي او جمهور الاهلي اتحرم منه بسبب الاصابه اللعينه، اصابه الرباط الصليبي. هو خلاص في المراحل النهائيه جدا يعني للمشاركه قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه. طيب نرجع لمجله الاهلي، وبرده الاهتمام بقطاع الناشئين مهم قوي، لان قطاع الناشئين ده اللي بيصدر للفريق الاول لاعبين. هتقول لي طب ما هو الاهلي بيجيب تعاقدات كتير. طيب بص القائمه دلوقتي بتاعت النادي الاهلي فيها كام لعيب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، هتعرف ان الاهتمام بقطاع الناشئين مهم جدا خلال الفتره اللي جايه. كمان كابتن عمرو انور المدير الفني لفريق الشباب مواليد 99 للنادي الاهلي بيرفع طوارئ
بالفريق عشان يستعد للموسم الجديد. الموسم الجديد هيبتدي بالتحديد يوم 25 اغسطس. استعدادات قويه جدا من خلال بعض المباريات الوديه وايضا من خلال تدريبات مميزه جدا بعد انتهاء كمان اجازه عيد الاضحى المبارك. قبل العيد كانوا بيتمرنوا، بعد العيد كمان هيوصلوا او وصلوا خلاص ابتدوا تدريباتهم من النهارده على ما اعتقد يعني. فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق لان ده المكان الاساسي اللي ممكن يبص عليه اي مدير فني في حاجه الاحتياج للاعبين في مركز ما، فبالتالي شيء مهم قوي. نفس الحال من مجله الاهلي برضو، احمد سراج المدير الفني ل 2001 بالمناسبه مدرب مميز جدا كابتن احمد سراج، بيجهز الفريق لمواجهه سموحه والموسم عندهم بالنسبه لمواليد 2001 هيبتدي يوم 23 اغسطس. برضو كان عندهم ماتشات وديه حققوا فيها نتائج كبيره جدا، لكن دايما ماتشات الوديه ما تبقاش مقياس حقيقي، لكن بتجهزك بشكل او باخر للموسم الجديد. اول ماتشين عندهم سموحه والزمالك، نتمنى لهم كل التوفيق وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم ان شاء الله. دي كانت اخبار الاهلي في الجرايد، هروح سريعا لاخبار النادي الاهلي في المواقع، يلا بينا. اليوم السابع الاهلي واصل تدريباته بالتتش استعدادا لمواجهه بيراميدز في كاس مصر. فيتو لاسارتي يستقر على تشكيل الاهلي لمواجهه بيراميدز. بوابه الوفد رسميا طاقم حكام مصري يدير لقاء الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. يلا كوره، مصدر باتحاد الكره بيقول جهاد جريشا الاقرب لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز. سوبر كوره، لاسارتي يراقب بيراميدز في الكونفدراليه قبل مواجهه كاس مصر. صدى البلد، الاهلي يرفع درجه الاستعداد القصوى لموقعه بيراميدز في الكاس. 1-3 لاسارتي، الاهلي اثبت ان كره القدم لا يوجد فيها مستحيل. اليوم السابع بيتكلم عن النادي الاهلي بيواصل استعداداته لمباراه بيراميدز، واستعدادات كلها مهمه جدا ومميزه جدا. ده كلام اليوم السابع او الخبر من موقع اليوم السابع، وطبعا استعدادات زي ما اتكلمنا فيها وهنتكلم فيها خلال كمان الفقره القادمه بتحديد الفقره الحواريه مع الاستاذ محمد الاوسي بعد قليل. تمام، نروح لفيتو وده مهم، تشكيل الاهلي المتوقع لمباراه بيراميدز. خلينا نقول لحضراتكم المتوقع ايه. الشناوي في حراسه المرمى، يعود في خط الدفاع علي معلول ظهير ايسر، محمد هاني ظهير ايمن، واثنين مساكين ايمن اشرف ورامي ربيعه اللي بيتالق جدا خلال الفتره الاخيره ونتمنى له الثبات على هذا المستوى في الحقيقه لانه لعيب مهم قوي قوي رامي ربيعه. في نص الملعب اثنين سليه وحمدي فتحي، وامامهم كل من حسين الشحات اللي ما شاء الله عليه الفتره اللي فاتت، صالح جمعه اللي ان شاء الله مستني منه اكتر من كده، رمضان صبحي المميز كالعاده، وفي الهجوم العائد للتهديف وليد ازارو. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق واحراز للمزيد والمزيد من الاهداف. ده التشكيل الاقرب للنادي الاهلي في مباراه بيراميدز ان شاء الله. طيب نروح لخبر اخر، بوابه الوفد بتقول ان هيكون في خلاص طاقم تحكيم مصري يدير لقاء الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. ده الاقرب خصوصا ان ولا الاهلي ولا بيراميدز طلبوا حكام اجانب لهذه المباراه، فخلاص الموضوع اتحسم يعني. حتى لو انت طلبت دلوقتي حكم اجنبي مش هتلحق يعني. فطاقم حكام مصري هو اللي هيدير مباراه الاهلي وبيراميدز. هنشوف، هيتم الاعلان خلال الساعات القليله المقبله، بكره ممكن بالليل نعرف مين الحكم اللي هيدير المباراه. لكن في المقابل يلا كره تتوقع او عندها معلومه من مصدر ما في اتحاد الكره قال لهم ايه؟ من يلا كره قال لهم جهاد جريشه الاقرب لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز. جهاد جريشه حكم دولي كبير وممكن يكون هو الاقرب فعلا لاداره هذه المباراه، هنعرف برضو الحقيقه من خلال بكره او بعد الصبح بالكثير قوي يعني، الماتش بعد بكره يعني، دايما بيتم التاخير في الاعلان على الحكم يعني. فهنشوف في ظل تواجد لجنه حكام جديده برئاسه الكابتن سمير محمود عثمان، نتمنى له كل التوفيق. طيب سوبر كوره،
لاسارتي بيراقب بيراميدز في الكونفدراليه قبل مواجهه كاس مصر. بيراميدز لعبوا مباراه مميزه في الحقيقه امام إتوال دو كونغو الكونغولي، المباراه انتهت 4-1 في استاد الدفاع الجوي، تألق فيه عدد من اللاعبين يعني في الحقيقه. فبالتالي مستر لاسارتي قبل مواجهه بيراميدز اكيد اتفرج على لقطات لهذه المباراه، وممكن يكون اتفرج على المباراه كلها عشان يعرف يتعامل ازاي مع فريق بيراميدز. ان شاء الله يكون موفق بشكل كبير في اداره هذه المباراه، وان شاء الله اللاعبين يكونوا موفقين بشكل اكبر واكبر في الظهور بشكل مميز في هذه المباراه، وتحقيق الهدف هو الفوز طبعا، مفيش هزار في كاس مصر. طيب نروح ل 1-3 بتقول لاسارتي الاهلي اثبت ان كره القدم لا يوجد فيها مستحيل. يعني 1-3 واخدين التصريح ده على لسان لاسارتي من خلال موقع كان اتكلم معاه مستر لاسارتي، موقع اسباني، واتكلم على ان النادي الاهلي واجه ظروف صعبه جدا في الموسم اللي فات، سواء اصابات، مباريات بتتاجل كل شويه، وكان موسم استثنائي. كلامه كله مع الموقع الاسباني ان النادي الاهلي قدر ان هو يرجع في البطوله، وقدر ان هو ياخد بطوله دوري تكاد تكون الاصعب في تاريخه، فقال ان ده كان امر شبه مستحيل، لكن النادي الاهلي قدر ان هو يحقق هذا المستحيل. مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي ان شاء الله، ودايما النادي الاهلي يكون موفق في حصد المزيد والمزيد من الالقاب. عندنا على فكره اخبار كتيره جدا محليه وعالميه، لكن هنتكلم فيها بعد الفاصل، بالتحديد مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وحديث هيكون مطول ومفصل في كل الملفات على الساحه الرياضيه المصريه. استنونا بعد الفاصل. طيب بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ الكبير الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي المعروف. يا استاذ القوسي منورنا ومشرفنا. مساء الفل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك في كل مكان، كل سنه وانت طيب واعضاء الاهلي طيبين وجمهور الاهلي طيب، وكل المصريين يا رب طيبين بخير، ويا رب تكونوا قضيتوا عيد اضحى مبارك، ويا رب ان شاء الله العيد الجاي كلنا نكون على جبل عرفات باذن يا رب الله، يا رب ان شاء الله، واللي امان كبيره ان شاء الله تتحقق ان شاء الله في المرحله المقبله، وربنا يجعل دايما ايام المصريين في اعياد وافراح جميله كده طبعا بجانب الشغل. طبعاً. يعني ما نقعدش على طول في اجازات يعني. لو هم المصريين نفسهم نفسهم يقعدوا في اجازات لا يعني طبعا هتلاقي في ناس واخده اجازات مثلا من يوم الجمعه اللي فات، وخدوا جمعه طبعا من العيد من قبل العيد بيومين، ومكملين اربع وخميس ومكملين جمعه وسبت. بقول لك يا استاذ قوسي انا كل يوم خميس باجي، انا مشوار بعيد شويه، باجي بتبقى الدنيا زحمه جدا، النهارده الدنيا رايقه جدا، الكل مكمل اجازه. هم لسه مكملين اجازه، كل مكمل يوم السبت، ما هم كملوا اربع وخميس وهياخدوا سبت وجمعه وسبت، هيجوا يبداوا من يوم الاحد. يوم الاحد طبعا كتير، بس يلا يعني يا رب تكونوا احتفلتوا ان شاء الله، ونبدا ان شاء الله مرحله عمل، لان بلدنا محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه عمل كبير جدا خلال المرحله المقبله ان شاء الله. دايما بنسعد بوجودك يا استاذ قوسي. قبل ما نستفيض في الحديث مع الأستاذ محمد القوسي خلينا نستعرض أهم العناوين الخاصة بالأخبار المحلية والعالمية، يلا بينا. بوابة فيتو، اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور. في اليوم السابع اتحاد الكرة يطالب الأندية بإرسال الملاعب المستضيفة لمبارياتهم بالموسم الجديد. البوابة المقصة يتعاقد مع الفرنسي جيريو مدرب الأحمال. بوابة الأهرام، اليوم يد مصر الناشئين يواجه أيسلندا في ربع نهائي كأس العالم بمقدونيا. بوابة الشروق، فان دايك يصارع ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل في أوروبا وصلاح سادسا. يورو سبورت عربية، بوجبا يتوعد مانشستر يونايتد بالرحيل المجاني بسبب ريال مدريد. سري 60، زيدان على وشك الخروج من ريال مدريد للمرة الثانية. طيب نبتدي يا أستاذ قوسي محلي، وبعد كده نخش في العالمي شويه. اوكي. وبعد كده ايه؟ نتفرغ للنادي الاهلي. تمام؟ تمام. محليا خلينا نبتدي بوابه فيتو، بتقول ايه؟ بتقول ان اتحاد الكره بيعلن ان اقامه مباراه الاهلي وبيراميدز بدون جمهور. تعليقك على الخبر ده؟ يعني طبعا علامه استفهام كبيره قوي يعني انا ما كنتش اتخيل
ان كلمه بجمهور او بدون جمهور دي نسمعها تاني بعد انتهاء كاس الامم الافريقيه 2019 بعد ما فتحنا الابواب على مصراعيه للجماهير وشفنا الجماهير في قلب القاهره في كل ملاعب القاهره جماهير مصريه وجماهير عربيه وجماهير افريقيه كله متاح للدخول والخروج بامان وكان التامين على اعلى مستوى وكان في اكتر مباراه في وقت واحد وكان عندك 24 فرقه وكنت مامن ده وعامل ده بشكل عظيم جدا وشكل رائع جدا. انا الحقيقه مش لاقي اي مبرر على الاطلاق ان مباراه تلعب من غير جمهور يعني يعني كنا المفروض نسينا الموضوع ده. الواحد تفائل كثيرا بعد انتهاء الكان 2019 ان الجمهور يرجع للمدرجات، الجمهور يرجع لعرينه، الملاعب تعود اليها الحياه، تتساقط عليها قطرات المطر فتنبت تشجيعا وهتافا واحتراما وحاجات جميله جدا كنا نشوفها في المدرجات. انا الحقيقه مش شايف اي مبرر خالص. انا يعني احنا مندهشين ان مفيش جمهور بغض النظر عن ان هي مباراه الاهلي وبيراميدز. نتمنى كل المباريات يتم فتح باب للجمهور المصري باكبر عدد ممكن يعني لان الجمهور ده بجانب ان هو بيمثل دخول ماديه للانديه بتساعدها في عسرتها وده مهم جدا وخصوصا بالنسبه للانديه الشعبيه سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او فريق فرق صعد جديد زي اسوان مثلا كل ده محتاج وطنطا كل ده محتاج بجانب المالي محتاج الدعم الجماهيري محتاج جمهوره يقف معاه. واذا مش هيكون فرق بين فرقه شركه لا يشجعها الا اللي بيلعبوا فيها واللي بيشتغلوا فيها او حتى ربما اللي بيشتغلوا فيها ما بيشجعوهاش وبين نادي يعني خلفه مئات الالاف ومئات الملايين لا يستفيد منهم يعني ده مش موجود في اي مكان في العالم. شوف كنا بنتفرج امبارح على السوبر الاوروبي وده هيجي له حديثه بعد كده بس شوف المنظر كان عامل ازاي المشهد كان عامل ازاي يا جماعه احنا لازم نطل الى الصوره دي لازم نتخلص من الصوره السيئه عن المدرجات المصريه لازم الناس تلتزم واحنا شفنا الجمهور المصري قد ايه التزم لما كان في انضباط وفي التزام واعتقد ان بقوه القانون وبعصا القانون نستطيع ان نجبر اي حد على الالتزام وعلى الانضباط وعلى الاحترام زي ما هو موجود في كل انحاء العالم. فانا شايف ان ده قرار يعني غريب جدا قرار مش في محله. يعني كنا متفقين الدوري كان بيتلعب بنسبه معينه من الجمهور كنت اتمنى على الاقل الاهلي والزمالك قالوا لك ساعتها عشان تكافؤ الفرص مش هيبقى في جمهور لكن بعد الدوري هيبقى في جمهور. طيب ما احنا الدوري ما هو الكاس ليه الكاس اتلعب من غير جمهور يعني ما دي فرصه عظيمه ان احنا نرجع جمهورنا. لماذا لا نتمسك بهذه الفرصه لماذا نهدر الفرصه ونعود الى المربع صفر من جديد. انا شايف ان هذا الكلام يعني لا يتفق مع ما حصل في امم افريقيا ونحن حتى الان لم نستغل النجاحات التنظيميه العظيمه التي حدثت النجاحات الجماهيريه الكبيره التي جرت الاداء الراقي للمصريين كشعب في التعامل مع الوفود اللي جت لينا ده كان مهم جدا كل ده لم نستفد منه وعدنا وكان شيء لم يكن ما كنتش اتمنى ان ده يحصل على الاطلاق. وموضوع متعلق بالجهات الامنيه اللي لهم كل التقدير والاحترام في قراراتهم هم الادرى بكل شيء يعني واحنا اكيد يعني بنحترم كل هذه القرارات والاجراءات الامنيه بكل تاكيد يعني. طيب نروح لخبر اخر. من اليوم السابع اتحاد الكرة يطالب الأندية بإرسال الملاعب المستضيفة للمباريات الخاصة بكل نادي بالموسم الجديد. هل ده معناه أن بإذن الله ممكن نشوف موسم جديد مميز بملاعب محددة لكل فريق يعني ممكن ده يكون معناه أن اتحاد الكرة ماشي في الطريق الصحيح يا أستاذ أوسي من وجهة نظرك؟ الطبيعي أن كل فريق يبقى ليه ملعب محدد وواضح ومعروف ده العالم كله زي كل العالم وليه ملعب بديل كمان يعني ما لقيتش هنا هلعب هنا يعني فده يكون واضح ومحدد وطبعا شيء مميز ان ده يطلب ويبقى واضح ومكتوب ومحدد. اعتقد ان النادي الاهلي دايما بيفكر في هذه النقطه قبل ان يفكر فيها اتحاد الكوره. يمكن الاهلي ذهب لاستاد القاهره وتعاقد مع استاد القاهره على ان تكون مبارياته المحليه ومباراته الافريقيه موجوده على هذه الملاعب واختار الاتحاد النادي الاهلي ملعب استاد القاهره كملعب اساسي بالنسبه له واعتقد نادي الزمالك نفسه الاختيار يعني في نفس الطريق يعني. فمهم جدا ان الاتحاد الكوره يحدد الملعب لن يكون عوري مميز ولن يخرج لاعبين مميزين الا اذا كان عندنا ملاعب مميزه وفرق لها ملاعب تلعب عليها والملاعب دي محدده لابد من وجود الملاعب توفرها تحديدها بشكل واضح ومحدد نظر يعني منعا للتضارب اللي ممكن يحصل كمان ده هيساعد الفرق ان هي تركز بشكل اكبر لما كل فريق كله ملعب هيقدر يلعب على الملعب ده ويتمرن عليه ويحفظه ويستطيع ان يستفيد
صاحب الارض من الارض، يعني بدل ما انت كل يوم بتلعب في حته يعني. وحتى انا برضو مندهش ان الاهلي برضو بيلعب مباريات في برج العرب، طبعا مع احترامنا لكل الجهات المسؤوله عن هذا القرار طبعا. سواء كان في اتحاد الكوره او جهات الامنيه، طبعا لهم كل التقدير طبعا. لكن برضو عندنا ملاعب في القاهره مهمه جدا، وكنا متوقعين ان الاهلي لن يخرج من القاهره في ظل وجود ملعب زي استاد القاهره، زي الدفاع الجوي، زي استاد السلام، ملاعب اللي كانت يعني مبهرة في الكان 2019. يعني أتمنى أن ده يعود اللعب على هذه الملاعب حتى كل فريق يقدر يلعب وسط جمهوره. يعني معروف أن شعبية الأهلي الكبرى موجودة في القاهرة، يكون دوري طبيعي يعني، وده الطبيعي يعني مفيش حد دوري طبيعي. ده الطبيعي يعني كل واحد يا عم أنت اختار أي ملعب يلعب ليه وإحنا هنقدر نعمل لك التأمين. وأعتقد أن الدولة المصرية قادرة على فرض التأمين في أي مكان، وشفنا ده، وعندما أرادوا فعلوا، وعندما أرادوا نجاح بطولة نجحت البطولة، وده مهم جدا بيؤكد على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تأمين أي حدث مهما كان. بدليل إن احنا قادرين على استضافة أي حدث عالمي، لو جابوا السوبر الأوروبي عندنا هنا هنعمله بهذا العدد من الجماهير، ومحدش يقدر يشكك في هذا الكلام. عندنا بعد هذا النجاح المبهر أفضل لاعب هيكون في الغردقة موجود، عندنا أماكن كتير جدا في مصر نقدر نستضيف فيها أحداث عالمية كبيرة جدا، مش مجرد احداث محليه، مش مجرد مباراه في كره القدم في الدوري او في الكاس. فمهم جدا يعني تتاح الفرصه للفرق لاختيار ملاعبها، ويعني تتم الموافقه على هذه الملاعب وتامينها باقصى درجه ممكنه. طيب ماتش مباراه الاهلي وبيراميدز، طاقم تحكيم مصري، شايف ان دي ممكن تكون بدايه لعدم اللجوء لحكام اجانب، خصوصا مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه قويه، مباراه ثقيله يعني. يا فندم ده الطبيعي. كويس. بس هو كان طبيعي السنه اللي فاتت اللي كان ده، لا لا اللي كان ما كان ما حدث في الدوري المصري في الموسم الماضي امر غير طبيعي. عندما تستعين ب 26 طاقما تحكيما اجنبيا بالزبط. فهذا امر غير طبيعي. ده كان الهدف من هذه القرارات هو تدمير الحكم المصري، وبالفعل نجحوا بدرجه كبيره جدا في تدمير الحكم المصري فعلا. بدليل ان احنا ما شفناهمش في كاس الامم الافريقيه. انت مين عندك حكم مصري؟ حكم ده حكم من ابراهيم نور الدين وجهاد جريشه. ابراهيم نور الدين وجهاد جريشه، وجهاد جريشه دول ماتش طرديه ما كانش ليه اي معنى، اللي هو الثالث والرابع يعني. يعني شفنا الحكم الاثيوبي بملاك يعني ده حكم البطوله كلها، ده ماشي معاك في دور 16 والثمانيه ماشي للنهائي يعني. يعني طبيعي جدا حتى وانت بره الارض ان يكون عندك حكم يدير نهائي، مش شرط اساسي بس ده الطبيعي ان يكون عندك حكم مصري بهذا المستوى، يكون عندك حكام مصريين على اعلى مستوى. فهذه الاستعانه بعدد كبير جدا من الحكام الاجانب اثر بدرجه كبيره جدا على المصريين، خطوه مهمه جدا مهمه جدا، وبندعم فيها كابتن سمير عثمان. واول قرار احترمته فيه واول كلمه قالها لا للحكام الاجانب في ماتش واحد في القمه، تعرض لهجوم من البعض، تعرض لهجوم شديد، هجوم غير منطقي، هجوم ملوش اي معنى غير ان محاوله مبكره للتاثير على التحكيم وعلى الحكام. هذا الكلام طبعا هذا الكلام يحدث في ظل، انا اسف جدا، وجود اتحاد كره ضعيف. عندما يكون هناك اتحاد كره ضعيف يهتز التحكيم ويهتز المسابقات وتهتز الملاعب، كل حاجه تهتز. فلابد ان يكون عندك اتحاد كره قوي يحكم ويحمي رجاله ويحمي لجانه ويحمي مؤسساته ويحمي افكاره ويحمي المسابقات بتاعته اللي بيديرها، زي ما بتشوف في الدورات الاوروبيه المحليه، في الدورات الكبرى اللي احنا بنتفرج عليها كلنا بالزبط. او الدورات اللي ما بنتفرجش عليها، ودوري الابطال والدوري الاوروبي والسوبر الاوروبي، وحتى في دوري الابطال الافريقي وفي الكونفدراليه الافريقيه، الحكم هو سيد الملعب بالزبط. هو الحاكم بامره في الملعب، هو الرجل الذي لا يستطيع احد ان ينال منه شيئا في ارض الملعب. هو الا اذا نظر اليه اي لاعب نال عقابا يعني كبيرا يردعه، ففي عقوبات رادعه. هذه العقوبات الرادعه غير متوفره في اللوائح المصريه للاسف الشديد. فمهم جدا ان احنا نستعين بحكام مصريين، واتوقع نجاح الحكم المصري ما دام هناك ثقه، واتوقع نجاح لسمير عثمان شخصيه مميزه جدا. إذا الكابتن عثمان يعني راجل ليه رؤيه، راجل ليه فكر، راجل محترم جدا، راجل يعني من جيل الوسط اللي هو يعني بيمثل جيل شباب مهم جدا طالع يقدر يشيل حمل وثقه لمنظومه التحكيم المصري. بس نديهم فرصه ونديهم حمايه كبيره، لانهم بدون حمايه لن نستطيع. وهنتكلم عن موضوع الحمايه ده لما نفتح موضوع السوبر الاوروبي وكيف نجحت امراه في اداره اول سوبر اوروبي في التاريخ. ده ملف هيكون مهم قوي هنتطرق ليه بعد قليل جدا. لكن موضوع المدير الفني لمنتخب مصر، عارف كويس قوي ان هو لازم اللجنه تيجي وكل الكلام من ده، لكن الاسماء دايما كل يوم بتسمع ان ده اقرب ده اقرب، من وجهه نظرك او طبقا لمعلومات حضرتك، مين اقرب لتولي مسؤوليه المدير الفني لمنتخب مصر الاول؟ يعني حتى الان هو قال واحدا الاقرب هو الكابتن حسام البدري.
طبقا لكل المعلومات المتداوله ما لم يحدث جديد. يعني طبقا الاتصالات مع وزاره الشباب والرياضه، الاتصالات مع من يتولون اداره شؤون الكره المصريه حتى الان، كل ده بيلف ويدور حول شخصيه حسام بدري، او تقريبا اتصالات معه. هل هناك اتصالات مع اشخاص اخرين ام لا؟ المؤكد ان هناك اتصالات، لانه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع البدري لوجود بعض الخلافات في بعض الاشخاص. وزي ما قلنا قبل كده ان المدير الفني لمنتخب مصر لابد ان يكون مختار بعنايه وبدقه طبعا، واذا اختير المدير المنتخب المصري طبعا المفروض نوفر له الاجواء اللازمه كي ينجح. لكن ليس من المنطقي ان المدير الفني لمنتخب مصر ياتي الينا باشخاص يعملون معه وهم مجرد يعني تعظيم سلام لسياده المدير الفني. دي جزئيه مهمه قوي بقى، يعني انت قصدك كده ان لازم المدير الفني يكون مع شخصيات قويه، يكون مع شخصيه قويه، والرجل الكف، الرجل الموهوب، الرجل اللي واثق في نفسه، مش مجرد تكمله عدد. بالظبط، بيجيب ناس كفاءات. انا مش مجرد اجيب واحد احط مدرب مساعد او مدرب عام لمجرد ان هو حبيبه وصاحبه وبيسمع الكلام. الكلام ده مرفوض تماما، والكلام ده منتخب مصر. الكلام ده المفروض يبقى في حسم كبير جدا من الجهات اللي مسؤولة عن هذا القرار، تشكيل الجهاز الفني. لابد ان يكون مدرب منتخب مصر يقدر يتحمل المسؤولية مستقبلا. يعني انا بنشوف ده في في في, في ألمانيا بشكل كبير جدا، لما بيجي مدير فني بيمسك منتخب بيبقى الرجل اللي بعديه هو المرشح رقم واحد في ألمانيا ان هو يتولى المسؤولية بعده مباشرة. صح صح، وشفنا كلينسمان وبعده لوف وعملوا التجربه دي ومستمر بقاله فترات طويله جدا. فانا ما جبتش واحد ونجح طبعا، ونجح وخد كاس عالم، عمل نجاحات عظيمه ورغم اخفاقاته بعد كده، لكن واثقين في قدراته وقيمته لانه مختار بدقه وعنايه. فلما يتم اختيار مدرب كفاءه طبقا، لابد ان يكون المدرب العام في نفس الشكل اللي هو الرجل الثاني، بحيث ان لا قدر الله اذا غاب الرجل الاول تولى هو المهمه وقدر يحقق النجاح. النقطه دي يا جماعه مهمه جدا طبعاً. مش معنى ان انا يعني اخليه يجيب الناس اللي يقدر يشتغل يريحوه في الشغل، ان اخليه يختار لاي واحد، سوري في اللفظ، واحد قدراته التدريبيه متواضعه لا يملك الا ان يقول نعم وحاضر. هذا الكلام مرفوض ولا يصح في منتخب مصر ولا انا عايز واحد يجي يقول للمدير الفني يساعده، يديله بعض الاشارات، يديله اراء، يديله رؤى. لما يكون في عقلين بيفكروا غير عقل واحد، لما يكون في اربع عيون او ست عيون غير اتنين عيون بيبصوا ويشوفوا في الملعب، الكلام ده مهم جدا لان ده منتخب مصر. طب عايز اروح لمنتخب الناشئين كره اليد في الحقيقه، واللي عاملين انجاز لحد دلوقتي مميز جدا، وعندهم مواجهه ابتدت الساعه 6:30 يعني نص ساعه تقريبا مع منتخب ايسلندا في دور ربع نهائي من كاس العالم بمقدونيا. طمنا عليهم. بتشوف، عايزين نعرف يا جماعه اخر جديد النتائج ايه؟ 14-10 لمصر، شيء مميز. يا رب ان شاء الله تكمل على خير باذن الله ويتاهلوا لدور نصف النهائي. تعليقك على المسيره او المسيره المميزه جدا للمنتخبات المختلفه لكره اليد. ما كان هذا النجاح سيتحقق ما لم يكن خلف هذه المنظومه اتحاد قوي واتحاد مميز كويس، واتحاد عامل مسابقات مميزه بلوائح قويه ومميزه. اتحاد لوائح بتطبق على اللاعبين، على المدربين، على الحكام، على الجمهور، على اي حد بيخرج على النطق بتطبق على هذه اللوائح، لوائح الاحتراف. اتحاد اليد معروف من ايام الدكتور حسن مصطفى ليه لوائح خاصه ولوائح منظمه طبعا. حتى ولو لم يتفق بعضها مع اللوائح العالميه، ولكن هدفه تحقيق استقرار وانضباط كامل في المسابقات المصرية، وده اللي خلى كرة اليد المصرية تصل إلى مرحلة العالمية طبعا. سواء سابقا وأخفقنا بعض الشيء أو لاحقا الآن، يعني الكابتن هشام نصر واتحاد اليد بيقودوا سيمفونية رائعة من الإبداع الكروي والإبداع الرياضي. بتتكلم عن ناس دلوقتي بتشتغل على مستوى عالمي، بتتكلم على منظومة ترى مستقبل مصر مشرق في كرة اليد. عندما منتخب شباب اليد يفوز ببرونزية العالم، وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى المباراه النهائيه بالزبط. فده شيء عظيم. منتخب الرجال الكبار لما ياخد المركز الثامن في بطوله العالم، ها هو منتخب الناشئين دون ال 19 عاما باذن الله داخل على المربع الذهبي ويكون على الاقل ضمن ضمن افضل اربعه في العالم. فطبعا شيء عظيم وشيء مميز. دي منظومه كره اليد المصريه، يا ريت الاتحادات الجماعيه في مصر تستفيد وتتعلم من هذه المنظومه ونقدر نصل للعالميه بهذا الشكل. طيب نروح عالميا بقى شويه قبل ما نهتم باخبار او قبل ما نشوف اخبار النادي الاهلي واخر الجديد ايه. لكن امبارح كانت مباراه السوبر الاوروبي ما بين ليفربول وتشيلسي، وليفربول كسبت 5-4 ضربات الجزاء بعد تعادل 2-2 في المباراه ككل. تمام. في جوانب عديده في هذه المباراه، وانا عايز ابتدي بالجانب التحكيمي. تمام. طاقم حكام نسائي. تمام. لاول مره يدير مباراه بهذا الحجم في بطولات اوروبيه للرجال.
تمام. رايك ايه وتقييمك ليهم ايه وشايف الخطوه دي ازاي؟ يعني طبعا السوبر الاوروبي دايما سوبر مبهر، سوبر منظم، سوبر بيكون على اعلى مستوى. اول لحظه ملحوظه او لقطه جميله نخرج بيها من السوبر الاوروبي هو طاقم التحكيم فعلا النسائي الذي ادار هذه المباراه العظيمه. لاول مره في التاريخ يتم اسناد مباراه كبرى للرجال في اوروبا لطاقم تحكيم نسائي بقياده الفرنسيه ستيفاني فيربارت ومعاونتها مانويلا، ودي فرنسيه برضو وفي معاونه ثالثه ايرلنديه اونيلا. حاجه عظيمه جدا، حاجه محترمه جدا. شفنا قد ايه الجديه والصرامه والالتزام والاداء المتميز والثقه في الاداء. يعني تشوف تشعر ان يعني لا بص الابتسامه قبل الماتش، لا لا حاجه محترمه يعني جدا. مفيش ضغوط ولا حاجه، مش داخلين على ماتش بقى ده بيحكموا سوبر اوروبا يعني مش ماتش عادي. بص الابتسامه مثلا هي بتسلم على محمد صلاح مثلا، لا لا حاجه طبعا كبير برضه. دي لقطه مهمه على فكره يعني. لا طبعا حاجه مهمه جدا وحاجه محترمه جدا شفناها. شفنا قد ايه لياقتهم البدنيه عاليه جدا، لياقتهم الفنيه عاليه جدا. بنتكلم على الحكم اللي في الملعب، حكم الساحه، تحركاتها عظيمة، تحركاتها مميزة، قراراتها جريئة، قراراتها سريعة، عندها ثقة. لما اتكلم على المساعدين رشاقة كمان، رشاقة رشاقة ده أهم حاجة طبعا. ولولا رشاقة أصل الناس دي بيتم إعدادها بقالها فترة طويلة جدا سيدة يعني عندها رشاقة مميزة بالظبط طبعا. ده عندهم رشاقة مش عند حكام الرجال الموجودين عندنا في الكرة المصرية يعني للأسف الشديد يعني. لكن ترجع تقول يعني كيف وصل الثلاث سيدات دول الى هذا المستوى؟ انا عايز اشيد بمستوى المساعدات ازاي امبارح ضبطوا تسللات ممتاز يعني ممتازين. كمبيوتر كمبيوتر بجد يعني. انا في حاجات انا شكيت فيها لما اترفعت الرايه ازاي مثلا حصل كده، لما اتعادت حاجات بالملي يعني ما في اشاده كبيره جدا. طبعا وان كان حصل بعض الخلاف على ركله الجزاء اللي عدده، لكن في حكام كبار اكدوا ان هي فعلا ركله جزاء صحيحه بغض النظر عن اي شيء. حتى لو كان القرار غير سليم او في نسبه شك فدي مش دي القضيه. بنسبه مثلا مش اقل من 98% حققوا نجاحات كبيره جدا في المباراه. يعني تقدر تديهم 9 من 10 مثلا في المباراه، وده نجاح كبير جدا لاول مره بيحكموا مباراه زي كده وبثقه كبيره جدا. هم طبعا يعني فيربارت دي عندها 35 سنه، سابقه ليها ان حكمت نهائي كاس العالم السيدات الاخيره اللي فازت بيها امريكا، وحكمت مباراه. تشوف ازاي دولتها نفسها اديتها الفرصه واديتها الثقه، حكمت مباراه في الدوري الفرنسي للرجال كاول امراه برضه. فده مهم جدا. ده هل احنا نقدر نستفيد من التجربه دي؟ ازاي بقى نستفيد من التجربه دي؟ مش عايز اقول ان احنا ايه ندخل عنصر النساء في الحكام، لان ده صعب عندنا شويه يعني. اعتقد يعني صعب شويه عشان نتكلم بصراحه. لكن ازاي نستفيد من التطور الهائل اللي وصلوا ليه بره في موضوع التحكيم يا استاذ اوسي؟ احنا عندنا الموضوع متاخر جدا في الحقيقه يا استاذ امير. ده هم وصلوا لتطور ان يسندوا مباراه لكده للستات او لحكمه سيده يعني. وده مجال كان بعيد جدا عن مجال تحكيم ستات ان سيده تحكم للرجال. بالظبط. تخيل لو دي نزلت في ماتش مصري، شوف مدى الاعتراضات ومدى السخريه ومدى الكلام غير اللائق والتشويه التي قد تتعرض له عقب المباراه مثلا او اي حاجه يعني. الموضوع هيبقى صعب في الحقيقه. هو طبعا ده ممكن يحصل بس بشرط واحد، ان قبل ما يكون عندك حكم قوي او حكمه قويه ان يكون عندك اتحاد كره عظيم القوه. طب اتحاد كره قوي ولا ثقافه مختلفه؟ لا لازم اتحاد. اولا اتحاد كره قوي، اتحاد كره قوي عشان يقدر يضبط ده. انت لو شفت اللعيبه دي التحكيم امبارح هم نازلين بثقه. ليه؟ لان عارفين وراهم ظهر هيحميهم. صح. هم بيتحركوا بياخدوا قرارات، عارفين وراهم قوه تحميهم، وعارفين ما فيش لاعب جوه الملعب هيجرؤ ان ياخد اي تصرف تجاهه، وعارفين ان ما فيش اي جزء من الجمهور هيقدر يتحرك تجاههم او يهتف او يشتم او الكلام ده مش موجود خالص في اوروبا. مش ملوش وجود على الاطلاق طبعا، بجانب السلوكيات والاخلاقيات المحترمه اللي المفروض اساسا تكون عندنا كشعب شرقي محترم يحترم التقاليد والقيم والاصول وعنده دياناته المحترمه جدا اللي بتحس على الاخلاقيات والقيم. فالكلام ده مش موجود هناك. فقوه الاتحاد المصري هي اللي هتفرض قوه شخصيه الحكم. احنا بنلاقي الحكام الرجاله مهتزين لان خلفهم اتحاد ضعيف. بنلاقي ان الحكم بيطلع بعد المباراه تقريبا يعني بيهدر دمه. سخريه من الحكم، سخريه من شخصيه الحكم، سخريه من خلقه الحكم اللي هي خلقه ربنا. بالزبط. بعض الناس بيسخروا منه يعني انتهاك لقراراته وتشويه لقراراته واتهامات بقبض واتهامات بفلوس واتهامات بمجاملات وحاجات كتيره جدا بتحصل. هذا الكلام مرفوض. المفروض اتحاد الكره يكون قوي ويتصدى لمثل هذه الامور. لما بشوف رئيس لجنه الحكام المصريه اللي لسه ما بداش عمل لغايه دلوقتي وما زال في طور التكوين وتشكيل اللجنه كابتن سمير عثمان، والراجل يتعرض لهجوم مبكر بهذا الشكل بدري فطبعا مفيش. طبعا لو في اتحاد كره وبيحمي يبقى كانت ما حدش كان يقدر يتكلم. كان في فتره معينه من الفترات
كان عندنا اتحاد كرة قوي، كان في تعليمات صارمة ان اي حد هينتقد الحكام عقوبات مباشرة وايقافات مباشرة وغرامات لا تتخيل. ما كانش حد بيجرؤ ان يقرب من الحكم. ما ان سقطت هذه اللوائح وهذه العقوبات اصبح دم الحكم مباح، واصبح الحكم هو الحلقة الاضعف في منظومة كرة القدم المصرية. فنتمنى ان اتحاد الكره يعيد الهيبه للحكام، لان هيبه الحكم من هيبه اتحاد الكره، زي هيبه القاضي اللي قاعد على منصته في المحكمه من هيبه الدوله، لولا ان هذا القاضي يعلم ان خلفه دوله تحميه وانه باشاره منه يقدر يدخل واحد القفص ويسجنه، محدش كان يحترم هذا الرجل اللي قاعد فوق. صح. سواء حكم صح او حكم غلط، سواء عدل او ظلم، عدل او ظلم او حكم صح حكم غلط، دي حاجه مالناش دعوه بيها، ده قضيه تانية. انا المهم ان قراره يحترم، شخصيته تقدر عشان ينزل هو قوي جدا. صح. فده مهم جدا وده امر لا بديل عنه طبعا. فنيا بقى المباراه، شفت المباراه ازاي واهميه تتويج ليفربول بهذا اللقب، خصوصا ليفربول بتضم نجم كبير جدا محمد صلاح، وهل البطوله دي ممكن تضيف لي بشكل كبير في المنافسه على افضل لاعب في العالم؟ طبعا احنا يعني كنا نتوقع ان المباراه تكون فنيا اعلى من كده. لو كان ليفربول اعلى من كده، لان كانت المفاجاه ان تشيلسي كانوا وحشين قوي، يعني تشيلسي نازل بشكل كبير جدا مع لامبارد اللي هو بيمسكه مدرب شاب طموح جديد. شفناهم مسيطرين يعني فنيا وبدنيا، وكانوا ممكن ينهوا الماتش بهدف واثنين ويخلصوا الدنيا في الشوط الاول. حتى في الشوط الثاني اتاحت لهم الفرصه ان يحققوا ده. الحقيقه ليفربول ما كانش في مستواه المعهود اللي احنا نعرفه عنه والمستوى اللي نهى به الموسم، وهنلتمس ليه العذر ان هو في بدايه الموسم برضه يعني. وفي عناصر كانت بتلعب بطوله افريقيا كمان بالظبط، يعني في بعض اللعيبه اللي كانت بالرغم ان الفريق ما زال يعني المجموعه اللي موجوده هي المجموعه اللي انا بيها الموسم، يعني ما ضافش ولا لعيب غير لعيب عنده 16 سنه بس يعني. بالظبط، يعني مجموعه كلها تفاهم وكلها انسجام، وادريان طبعا، فطبعا ده اثر. طبعا ادريان الحارس طبعا عمل حاجه، شوف ادريان الحارس البديل قدر ازاي ينقذ. هقول لك معلومه اكيد الناس كتير جدا عارفاها، ادريان ده كان لعيب في ريال بيتيس في اسبانيا، وانتقل من 2013 لي ويستام لحد 2019، خلص عقده مع ويستام في 1/7 وكان فري الفتره دي كلها. وليفربول يعني ما كانش عنده نادي، ليفربول لما مشي مينيولي الحارس البلجيكي راح بلجيكا، جابوا ادريان، اتصاب ألسون، نزل ادريان مع اول مباراه على طول وجاب لهم بطوله اوروبا. ففي الحقيقه حاجه مميزه جدا، حاجه مميزه. امبارح كان حاجه عظيمه جدا يعني. كان احد ابرز المكاسب بتاعه المباراه يعني، حتى الدفاع بتاع ليفربول على غير عادته يعني، كان في ثغرات كتيره جدا نفذ منها لعبه. قبل ما نكمل الحديث بس على ليفربول، مصر متقدمه على ايسلندا، انتهى الشوط الاول كام كام يا جماعه؟ 21-14 الشوط الاول كده. ان شاء الله تشيل فاينل باذن الله. ان شاء الله اتفضل. ان شاء الله يحقق المنتخب بالفوز بهذه المباراه ويتقدم، وده يعتبر انجاز كبير جدا. تمام. لكره نرجع للسوبر اليد المصريه طبعا. فطبعا كان ممكن السوبر يبقى اعلى من كده فنيا لو كان ليفربول في مستواه المعهود، لكن طبعا الحظ ساعده ان هو قدر يتعادل وقدر يتقدم، وطبعا ركلات الحظ وفق فيها بدرجه كبيره جدا نظرا لتميز اللعيبه بتاعته وتسجيل الخمس ركلات، بالاضافه الى توفيق الحارس ادريان ده وصد الركله الخامسه، بالرغم ان هو تحرك في هذه الركله بشكل غير قانوني يعني نسبيا. لا يعني يعني دي احتسبت يعني من بعض الاخطاء على الحكم المباراه، ان كان لابد ان يعيد هذه الركله، لكن في النهايه كويس ان ما عداش وليفربول فاز بالبطوله، ومحمد صلاح اضاف لنفسه بطوله اوروبيه جديده يعني، الحقيقه بطوله نفخر بها لصلاح ابننا ابن مصر. هذه البطولة الخامسة له أوروبيا، هو كان فاز بالدوري السويسري مع بازل، فاز بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي لما كان، رغم أنه لعب عدد قليل جدا أو وقت قصير، لكن شارك في الدوري، فاز بكأس الخيرية برضه مع تشيلسي، وها هو يفوز هذا الموسم بدور الأبطال ودور السوبر ليحقق خمس ألقاب وخمسة وخميسة عليه، وربنا يوفقه ويبعد عنه المنتقدين ليه بعنف واللي بيحاولوا يدمروه، لان محمد صلاح في النهايه هو لاعب مصري بيحمل اسم مصر وبيرفع علم مصر في كل المحافل، وسيقود الكره المصريه اذا كان لم يوفق في الكان الاخيره نظرا لظروف كثيره جدا. مش هو أوي. هو مش سوبرمان، مش هو المتسبب اللي فيها يعني، مش هو سوبرمان محمد صلاح اللي هيخلص الليله يعني، واخد بالك؟ فطبعا دي كان حاجه انجاز عظيم وانجاز كبير لصلاح، ان شاء الله ربنا هيكرمه كمان يريح كاس العالم للانديه. اعتقد ان لو خد البطوله دي هيقدر يكون منافس بقوه على اللي هو
رجل افريقيا الاول اللي فاز بيها في العامين الماضيين. طبعا مرشح ليها محرز، الكثيرون يرشحون محرز علشان خد كاس الامم الافريقيه وخد الدوري المحلي. طب ما صلاح خد دوري الابطال وخد السوبر وان شاء الله ياخد كاس عالم انديه وهو هداف الدوري الانجليزي. فاذا كان ده عنده مميزات فده عنده مميزات، وفي ساديو ماني معاهم، يعني ثلاثه الحقيقه ثلاثه يعني عاملين انجازات كبيره جدا ثلاثه يعني، فبالتوفيق طبعا. في نفس الوقت حته احسن لعيب في العالم دي صعبه شويه، لان فان دايك في الحقيقه هو اللي اعتقد هينافس بقوه على هذه الجائزه، يعني مدافع ليفربول. تتوقع يعني بص دايما دايما لسه يعني ما اعتقدش يعني، هو دايما ميسي طبعا هي جايزه ذا بيست متواجد فيها محمد صلاح كافضل 10 حتى الان، لكن انا بتكلم على البالون دور كمان. ده طبعا ده حاجه عظيمه، كل محمد صلاح بقى اسمه مطروحا في اي جوائز عالميه، وشيء مهم جدا انه يطرح اسمه. وكنا طبعا في الفخر، انا كان العام المنصرم كان يعني كان كل امنيتي ان اشوف صلاح واقف كده جنب كريستيانو رونالدو الحفلات دي ومودريتش وقف وقعد وراح وشاف، شفناه في احسن ثلاثه في اوروبا كان موجود. فدي حاجه عظيمه جدا، انت بتتكلم عن واحد ضمن افضل 5 لعيبه في اوروبا على الاقل، وصل لضمن افضل 3 في اوروبا. دلوقتي خلاص يعني بقى بعد النهارده اعلان الاتحاد الاوروبي على القائمه المكونه من 10 لاعبين، او خلاص هم دلوقتي بقى 3 اللي بينافسوا على افضل لاعب في اوروبا يا استاذ اوسي: ميسي، رونالدو، فان دايك. محمد صلاح جه في المركز السادس، قبليه ألسون بيكر في المركز الرابع، ساديو ماني المركز الخامس، المركز السابع ايدن هازارد، بعديه كل من ديليخت، ديونج، والمركز العاشر رحيم ستيرلينج. لكن يبقى في العشرة هو رقم 6 كمان، ده رقم ده ضمن افضل 10 لعيبه في اوروبا اللي هم افضل 10 لعيبه في العالم يعني. بالظبط. انا اعتقد ان يعني طبعا فان دايك طبعا عنده افضليه عن ميسي وعن رونالدو انه واخد دوري الابطال واخد السوبر، ودي تعطي له افضليه كبيره طبعا. جدا. لكن لما برضه تبص على ميسي لاعب يعني غريب. لا يقارن باحد الحقيقه، لاعب لا يقارن باحد الحقيقه، صحيح لم يوفق وخسر باستثناء الدوري اسبانيا او كاس اسبانيا اللي كتبهم، لم يوفق فيه مع منتخب بلاده في كوبا امريكا كالعاده، ما بيحققش اي القاب مع منتخب الارجنتين وما بيكونش حتى كمان خسروا والتشامبيونز ليج خسروا. فطبعا الحاجات دي توازنات ودي ارقام، واكيد في حسابات كتيره جدا هتحسمها، والحاجات دي برضو فيها حاجات كتيره جدا تانية بتلعب فيها دور كبير جدا يعني من تحت الكواليس. طيب نروح بقى للنادي الاهلي، ومباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه ايضا امام بيراميدز ان شاء الله استاذ اوسي يوم السبت بعد بكره الساعه 8 في استاد الجيش برج العرب. كيف ترى هذه المباراه دور 16 طبعا من كاس مصر؟ تمام. الاهلي طبعا تعتبر مباراه في بدايه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. شفنا يمكن مباراه كانت مباراه اطلع بره في دور ال 64 زي دور ال 64 في دوري الابطال. الاهلي خلص هذه المباراه باربع اهداف بلا مقابل. شفنا الفريق قد يعني برضه ما نقدرش نحكم على مستوى الاهلي في مثل هذه المباريات، يعني احنا قلنا احنا خلاص اكتشفنا ان المباراه سهله جدا والمنافس ضعيف جدا، وده شفناه على الواقع قدامنا في ارض الملعب يعني. اعتقد ان مباراه بيراميدز مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه. طيب قبل ما نستفيد في الحديث عن مباراه بيراميدز عايزين ناخد معلومات اكتر واكتر عن مباراه الاهلي وبيراميدز، فبالتالي نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير يا كريم، برحب بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك وكل مشجعي قناه الاهلي. طمنا يا كريم، اخر اخبار عندك ايه في مراد النادي الاهلي؟ التدريبات كلها جديه يا امير بصراحه، يمكن ده اللي لامسينه، كلها حماس وتركيز كبير جدا لفريق النادي الاهلي. مباريات الكاس ليها حسابات خاصه، ليها تكتيك، ليها حسابات خاصه داخل المستطيل الاخضر وايضا كمان خارج المستطيل الاخضر بالنسبه لكلا المديرين الفنيين. يمكن لسه مارتن لاسارتي خلاص وصل للمراحل الاخيره، بيتابع بشكل مستمر، نقدر نقول يمكن الملخص الاخير لمباراه فريق بيراميدز وايتوال الاخيره اللي يمكن استطاع ان هو يفوز فيها بنتيجه 4-0. لكن زي ما بقول لك في حماس كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، التدريب يمكن شغال بدا 6 وربع او 6 وثلث نظرا لحراره الجو امير، اللي كانت الجو حر قوي جدا النهارده، يمكن كانت الساعه 6 كمان متواجده في ملعب التتش، لكن الشمس كانت قويه جدا، فنقدر نقول 6 وثلث بدا بالفعل المران بمحاضره للجهاز الفني بالكامل، اجتمع بيه اللاعبين كالعاده الكلام والحديث كله عن اهميه بطوله كاس مصر، الجمهور منتظر بطولات عديده جدا، قدر النادي الاهلي ان هو يحسم بطوله الدوري، والجمهور منتظر كمان ان شاء الله بطوله كاس مصر تكون من نصيب النادي الاهلي وتكون انطلاقه باذن الله من مباراه بيراميدز. ومباراه بيراميدز امير كالعاده احنا مش نخبي على بعض، وكل جمهور النادي الاهلي عارف لها حسابات خاصه لكل اللاعبين بالتحديد، يعني اللاعبين هنا واللاعبين هنا المباراتين اللي فاتوا او التجربتين اللي النادي الاهلي قدر ان هو يشارك فيهم كسر فيهم، لكن المباراه دي ان شاء الله يكون النادي الاهلي
في التوب فورم، يمكن مركز باذن الله وان شاء الله تكون من نصيبنا. عايز اطمنك ونطمن كل الجماهير كالعاده على بعض اللاعبين اللي ما شاركتش في مران الامس وكان عليهم بعض الجدل او بعض الكلام كده ان هم هل في اجهاد هل في اي حاجه. انا باكد لك على علي معلول ورامي ربيعه النهارده بيشاركوا بكل قوه، تدريبات كلها شوتنج كلها كروسات كلها سبرنتات النهارده بيعلنوا جاهزيتهم بشكل كبير جدا. بجانب الشناوي، الشناوي كمان طمنا عليه من الكابتن طارق سليمان. اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يا امير في تكتيك لمستر مارتي لاسارتي عامل ملعب كامل، يعني الملعب نقدر نقول في العاده او في كالعاده ان هو بيكون في ثلث ملعب فيها التكتيك، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها مستر مارتن عامل تقسيمه كامله لكل لاعبي النادي الاهلي اللي شايفه محمد الشناوي في حراسه المرمى ومصطفى شوبير في المرمى المقابل ليه. زي ما بقول لك كل الامور الحمد لله ماشيه مع فريق النادي الاهلي، تدريب النهارده جيد للاعبين، غدا كمان الساعه 4 عصرا يكون تجمع فريق النادي الاهلي والساعه 5 يكون المران الاخير على ملعب مختار السيتش، ومنها ان شاء الله الى الاسكندريه من جديد استعدادا لهذه المباراه. انا معاك امير ايضا كمان لو في اي استفسارات. موقف رمضان صبحي وليد سليمان يا كريم. رمضان صبحي ابدا معاك وليد سليمان، وليد سليمان بيعلن جاهزيته بكل قوه، امس كمان شارك في التدريبات بكل قوه، النهارده كمان متواجد في التكتيك الخاص باللاعبين. زي ما بقول لك كل اللعيبه رمضان صبحي قدامي دلوقتي بيتدرب بكل قوه وكان مشارك في التصويبات وفي الكورسات، كل اللعيبه امير الحمد لله بدنيا وفنيا جاهزين باستثناء طبعا نقدر نقول محمد محمود وشريف اكرامي وسعد سمير وكريم نزل الرباعي اللي لسه يمكن واحده واحده ان شاء الله، لكن الاقرب ان شاء الله شريف اكرامي ان هو يكون متواجد يعني في خلال 10 ايام 12 يوم ان شاء الله يشارك مع لاعبي النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله باذن الله يبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي خلال المباريات القادمه باذن الله. لكن رمضان بيشارك في التدريب بشكل طبيعي يا كريم. رمضان بيشارك، انا بقول لك يمكن امامي دلوقتي احنا بس يا كريم انا بسالك رمضان. بالتحديد على رمضان لان كان معانا بعض الاخبار على مدار الحلقه ان رمضان ممكن ما يكونش جاهز شويه لهذه المباراه، فاحنا بناخد طبعا الاكيد منك انت من خلالك يا امير طبعا ومن خلال الكلام في الميديا وقناه النادي الاهلي. رمضان الصبح بيعلن جاهزيته بشكل كبير كويس، يكون متواجد كالعاده في التشكيل الاساسي والرؤيه طبعا بتقول لمستر مارتن لاسارتي بيشارك في التدريبات، بنشارك دلوقتي في التقسيمه، وزي ما بقول لك الحماس والجديه هي اللي طبع على فريق النادي الاهلي والتحذيرات المستمره لعدم الاحتكاكات، دخول يكون بحرص شويه على اللاعبين نظرا للحماس الكبير جدا اللي احنا شايفينه في ارضيه الملعب. باذن الله ان شاء الله امير كل الامور تكون مهيئه باذن الله في مباراه الاهلي وبيراميدز يوم السبت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان معانا في مداخله مهمه جدا يا استاذ اوسي وكلمنا وطمنا منه طبعاً على الفريق قبل مباراه مهمه زي مباراه بيراميدز. ده طبعا مهم نطمن الناس على رمضان صبحي من العناصر المهمه جدا في الاهلي ومن العناصر اللي اكيد وجودها في مباريات كبيره زي كده هيكون مؤثر، يعني وجود في مباريات بتحتاج نوعيات معينه من اللاعبين. طبعا اعتقد ان رمضان هيكون ليه دور كبير جدا ان شاء الله في المباراه. طبعا زي ما قلت لك مباراه ليست سهله على الاطلاق لان كلا الفريقين يطمع في تخطي الاخر الى الدور الربع النهائي ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. اعتقد ان الاهلي عنده حماس كبير، عنده دوافع كبيره جدا بعد فوزه ببطوله الدوري، وعنده دوافع اكبر في مواجهه فريق بيراميدز تحديدا بعد الحساسيات والعصبيات اللي كانت موجوده في اللقاءات السابقه. لكن ان شاء الله انا شايف ان الفريق يعني فرصه كبيره جدا ان شاء الله ان يتجاوز في هذه المباراه ويحقق نتيجه طيبه. فريق بيراميدز فريق قوي طبعا، احنا بنتكلم على فريق قوي، يعني فريق قوي وفريق مميز وفريق يعني بقى ليه شخصيه موجوده في الدوري وفريق بقى ليه تقل موجود في الدوري، يعني رغم حداثه عهده لكن قدر في وقت قصير في الموسم اللي عدى ان ياخد الثالث، يعني وكان قاب قوسين ان يكون الثاني حتى اخر لحظه في المسابقه. يعني ان شاء الله نتمناها مباراه قويه، مباراه كبيره، مباراه نشوف فيها كره قدم كويسه رغم انها تعتبر في بدايه الموسم، لان طبعا فريق بيراميدز بقى له فتره كبيره جدا منذ نهايه اخر مباراه ليه في الدوري كان اعداد وماتشات وديه كتير قوي هو ما ريحش، هو شغالين كويس جدا على فكره وماتشات وديه كتيره جدا لكن هم كتير جدا ما بيعملوش. ايوه انا قصدي ان خدوا فتره راحه كافيه وبعد كده لا طبعا خدوا فتره راحه كافيه اكتر من الاهلي طبعا. الاهلي شوف ما خدش فتره راحه لان الاهلي فتره الراحه الشهر بتاع كاس الامم الافريقيه كانوا مخلصين من قبل كاس الامم الافريقيه فكل ده كان راحه بالنسبه لهم الى ان بداوا الاعداد مع مدربهم الجديد. ده كان بدايه الاعداد مع مدربهم الجديد اللي تولى المسؤوليه بالظبط دي سابر، وده مدرب كويس يعني مش مدرب قليل، وشفناه قبل كده مع الاسماعيلي كان مدرب مميز وقدر يعمل معاهم نتائج مميزه ومشي في وقت صعب بالنسبه للنادي الاسماعيلي، والحقيقه قدر يعمل مباراه نتائج طيبه مع منتخب الوغاد. هو يعني مدرب يعني فرنسي من المدرسه الفرنسيه ذات الشخصيه وذات
نقاط البصمه اللي ممكن يقدر يعمل حاجات كويسه، لكن باذن الله قدام النادي الاهلي مش هيقدر يعمل حاجات يعني. ان شاء الله التوفيق للاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هل الماتشين بتوع الدوري اللي الاهلي خسرهم من بيراميدز ممكن يكون ليهم اثر سلبي على اللاعبين، ولا شخصيه النادي الاهلي دايما بتبقى مختلفه استاذ اسامه؟ لان الكلام والحديث كتير قوي في الجزئيه دي في الحقيقه. انا من وجهه نظري مش النادي الاهلي اللي يتاثر بكده. حلو. مش النادي الاهلي اللي ممكن عندما يخسر جوله او جولتين من اي فريق ايا كان هذا الفريق انه ده يتحول الى يعني حاجز نفسي بالنسبه له. شخصيه النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، ويمكن احنا شفنا المباراه الاخيره المباراه الثانيه اللي كانت في الدوري اللي الاهلي خسرها بفرق هدف. شفنا قد ايه الاهلي كان مسيطر، والاهلي قد ايه كان متميز، والاهلي قد ايه كان هو صاحب الكلمه العليا في المباراه، فقط لم يتمكن من احراز هدف. يعني كان قاب قوسين أدنى أن يفوز بالمباراة وليس يتعادل، يعني صح. كان الطبيعي جدا يعني الحد الأدنى للمباراة أن الأهلي لا يخرج مهزوم من المباراة، لكن تم إهدار عدد كبير جدا من الفرص. لو نذكر الفرص اللي أضعها أزارو أو جرالدو أو رمضان صبحي، عدد كبير جدا. فالأهلي يعني لم يخطر لنقص فني، ورغم أن الأهلي كان عنده نقص كبير جدا في صفوفه في هذه الفترة، أعتقد أن هذا النقص اكتمل. اللياقة البدنية بتاعة اللاعبين مكتملة، التجانس مكتمل، التجانس كبير، لسارتي فهم الأجواء، كل الكلام ده مهم جدا. فأعتقد أن كلمة أن الأهلي يكون عنده حاجة نفسية تجاه أي فريق، أعتقد ده مش موجود خالص بالنسبة للنادي الأهلي، لا مع بيراميدز ولا مع أي فريق آخر، ولا حتى لما بنشوف الأهلي حتى في المباريات العالمية الكبيرة اللي بيلعب لعبها لما بيستضيف فرق كبيره بيدخل بمنتهى الثقه والشجاعه ويلعب ويؤدي، لان الاهلي فريق بطوله وفريق ليه شخصيه، ففريق بيلعب دايما. دي ماتش خسرته اقفل الصفحه دي وخش على المباراه اللي بعدها. الاهلي خسر دوري الابطال للمره الثالثه على التوالي، لكن هل الاهلي خلاص بالنسبه له الامور انتهت؟ لا بالعكس، الاهلي عنده اصرار شديد جدا وسيقاتل، وان شاء الله يكون نصيبه من هذا الامر. فطبعا الكلام ده ملوش اساس من الصحه، هو فقط طبعا اكيد جمهور الاهلي متحفز ليرى انتصارا للنادي الاهلي في هذه المباراه، واعتقد ان لعيبته طبعا لديها القدره على تحقيق هذا يعني. اكيد شيء مؤكد ان شاء الله باذن الله. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه. نتوقع التشكيل مع بعض، تشكيل النادي الاهلي شوفوا ازاي. فهو مبدئيا انا لا اتوقع تغييرا في التشكيل، يعني حتى الصفقات الجديده زي ما قلنا في الحلقه الماضيه ان مش هيكون ليها دور في ماتش تطلع بره، لان مش النادي الاهلي اللي هيجيب لاعب ويدخل على طول، لابد من التهيئه النفسيه والانسجام ومعايشه اجواء القميص الاحمر، لان زي ما بنقول دايما الفانيله الاحمر الفانيله الحمراء تقيله يعني على اي لاعب مهما كان، يعني النادي الاهلي اسمه تقيل جدا. بس انا يعني اسمح لي اختلف معاك في الجزئيه دي يا استاذ. احنا نختلف بس المهم الواقع يا استاذ. اوكي بس يعني الحته دي بالتحديد، انت دلوقتي لما بتجيب لعيب بتجيب لعيب بشخصيه كبيره كده كده. اللعب في النادي الاهلي مختلف شويه، ما انا معاك في الجزئيه دي، لكن حتى في اوروبا انت ممكن تجيب لعيب النهارده يلعب بكره بيساهم معاك في مباريات والقاب. وارد يكون في وجهه نظر فنيه ان انت لسه ثابت على التشكيل دلوقتي مستني التوقيت المناسب اللي تدفع بيه فيه باللاعبين. هو ده مهم جدا النقطه دي، يعني دي بدرجه كبيره جدا، وهذا ما اقصده بدرجه كبيره، يعني ان انا لاعب مباراه وعندي تشكيل ثابت اللي هو معروف الشناوي. متوقع التشكيل الشناوي في حراسه المرمى. الشناوي عندك ايمن اشرف ربيعه في القلب، عندك كويس. محمد هاني، عندك معلول، عندك السوليه، عندك حمدي فتحي، عندك وليد سليمان، عندك الشحات، عندك رمضان صبحي، عندك ازار. ده تشكيل وليد سليمان ولا صالح جمعه؟ اعتقد يعني هما الاثنين تقدر تلعب بيهم، بس اللي شفناه ان هو بيفضل ان يخلي صالح كورقه يستفيد بيها في البدايه. بالزبط. ربما يغير هذا، وارد جدا. صالح ابتدى اساسي، لكن انا بقول لك احنا دلوقتي بنتكلم هل هيبدا بصالح ولا وليد سليمان، يعني وارد جدا ان يبدا بده، وده والاقرب هيبدا بوليد سليمان اذا كان جاهزا بنسبه 100%. هو جاهز، احنا تاكدنا ان هو جاهز. خلاص لو جاهز ربما يبدا يعني، او ربما لو ما كانش جاهز ربما يبدا صالح ووليد العكس. فالاثنين ورقتين مهمين جدا موجودين معاك. فالنادي الاهلي ده تشكيل النادي الاهلي في المؤكد الدكة. ان هم موجودين على الدكه معاك، محمود متولي على الدكه معاك، قفشه موجود على الدكه موجودين معاك، فما فيش مشكله خالص. ديانج موجود طبعا، مهم جدا. دي كلها توقعات بالمناسبه يعني، احنا بنقول لا وده مش تشكيل اساسي. وارد جدا، وارد جدا ان مثلا تلاقي ديانج نازل الملعب. بالظبط. وارد جدا انك تلاقي متولي موجود في التشكيله الاساسيه. وارد جدا. ليه؟ لان هم موجودين مع الاهلي بقى لهم فتره دلوقتي وكبيره، وكانوا موجودين على الدكه في الماتش بتاع اطلع بره. لكن الاقرب ان ما يكون مش هيكون في تغيير في التشكيل. الاقرب ان ما يكونش في تغييرات، لكن احنا بنتكلم على دي اخر تشكيله احنا بنقولها، دي اخر تشكيله لعب بيها الاهلي ماتشه الاخير امام في دوري الابطال. المتوقع ان الاهلي يلعب بنفس التشكيله ماشي، لكن وارد جدا ان لازارتي يفاجئنا
ويقدم لنا تشكيله استراتيجية مختلفه معينة. وارد وارد جدا مختلفة. مهم جدا يعني مختلف جدا، لا سيما وان عندك المجموعه اللعيبه اللي موجوده مجموعه من اللعيبه الثقيله، مجموعه اللعيبه اللي ليها بصمات واللي ليها شخصيه اللي تقدر تشيل. يعني انت بتكلم محمود متولي لاعب تقيل جدا طبعًا. في النادي كان جاي من النادي الاسماعيلي، فله الثقه الاولى قدرته وعنده طموح واحلام. قفشه نفس الحكايه، ده كمان نادي السابق اللي كان موجود فيه. ديانج جاهز لهذه المهمه ومن اللعيبه المميزين جدا في وسط الملعب جداً. والكلام عليه كتير جدا ان هو هيكون ان شاء الله صفقه كويسه وصفقه مؤثره جدا في وسط ملعب الاهلي. فمهم جدا، فوارد جدا ان ده يتم. يا سكاح بيقول ده مجرد توقع وده مجرد استنتاج لما حدث. بتشوف ازاي تالق بعض اللاعبين يا استاذ اوسي مع النادي الاهلي الفتره الاخيره؟ وانا عايز اخص بالذكر حسين الشحات، ما شاء الله بيواصل تالقه مع النادي الاهلي بدايه من مباراه المقاولين. عندك رامي ربيعه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحميه يا رب من الإصابات، مميز جدا. عندك مين تاني؟ أزارو بيعود للتهديف. بتشوف تألق بعض اللاعبين دول إزاي؟ لا طبعا يعني ده شيء مهم جدا، وكل ما اللعيبة بتتألق كل ما ده بيصب في مصلحة الأهلي. حسين الشحات بدأ مستواه يتصاعد، المنحنى الفني يعلى بتاعه. وليد أزارو بيسجل أهداف وبدأ يستعيد ثقته في التسجيلية بعد الفترة المعاندة الكبيرة اللي مر بيها. فنتمنى إن شاء الله يستمروا في هذا الاتجاه بإذن الله، وده هيكون في مصلحة الأهلي سواء في الدوري أو في دوري الأبطال أو في الكاس. في ملف مهم جدا عايز أتكلم فيه مع حضرتك يا أستاذ أوسي بورتا، فيما يتعلق بالاستغناءات عن بعض اللاعبين من قبل النادي الأهلي، ودي سنة الحياة. لكن عايز أتكلم تحديدا عن الطريقة اللي النادي الأهلي بيستغنى بيها عن اللاعبين. يعني مثلا بنشوف إيه؟ بنشوف الاهلي استغنى عن احمد حمودي بيشكره من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، عمرو بركات، احمد علاء، اكتر اسلام محارب، كل الناس. الطريقه مميزه جدا في الاستغناء، وشفنا كم ده مع سالف كولوبالي لو تفتكر في شهر يناير الماضي، وكان في احتفال بيه. يعني بتشوف ازاي تعامل النادي الاهلي في الجزئيه دي؟ جميل قوي انك فتحت النقطه دي الحقيقه، والله كان نفسي اتكلم فيها يا يعني. والله يعني دي من النقاط المهمه جدا اللي بتعبر عن قيمه النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي على التعامل مع اي حد اداله في اي وقت من الاوقات. يعني حتى لو انت كنت ماشي عندي فانت ماشي بشكل شيك وشكل راقي وشكل محترم، والعلاقه بيننا محترمه، والعلاقه بيننا ودوده، وانا بشكرك على الجهد الكبير اللي انت اديته لي. دي رساله بيقدمها النادي الاهلي لكل الانديه اللي موجوده في مصر، في اوروبا بيحصل كمان انت بتقوله ده طبعاً. ان اي حد بيمشي بشكل محترم يعني بتلاقي نجم كبير جدا وماشي وساب النادي والناس بتشكره وبتسقف له، ما فيش مشكله خالص، لان دي طبيعه ودي سنه الحياه وده عادي جدا. ممكن اي لاعب ينتقل من اي مكان لاخر. الغير طبيعي اللي بيحصل عندنا في مصر او في دول العالم الثالث المتخلفه، ان لما لاعب بيسيب مكان وكانهم بيرموا حاجه بره النادي كخير الحكومه او بتاع الاهلي، قد يستعين بحد من دول مستقبلا يعني. فلذلك حتى الاهلي لما بيسيب حد ما بيجي بيجيبه بتلاقيه مرحب جدا يرجع النادي الاهلي جدا. فتشعر النادي الاهلي ده يعني زي ميه النيل، اللي بيشرب ميته بيحب يرجع له تاني بالزبط. في اي وقت من الاوقات يعني، مع الفرق في التشبيه يعني كان مجرد تشبيه يعني. ليه؟ لان النادي الاهلي ترك في نفسه اثر طيب واثر عظيم، شاف المعامله اللي شافها جوه النادي الاهلي وشاف المعامله اللي شافها في الانديه الثانيه، وده مهم جدا. لو سالت اي لاعب ارتدى الفانيله الحمراء او لعب في النادي الاهلي في اي عصر من العصور في اي زمن من الازمنه عن قيمه النادي الاهلي، هتكلمك عن قيمه النادي الاهلي وتاثيرها فيه وقدره النادي الاهلي ومعامله النادي الاهلي ليه. حتى الاهلي لما شوف جيلبرتو نموذج عظيم لهذه السؤال اللي انت طرحته بالظبط اللي انت طرحتها، ما زال حتى الان يرتدي تيشيرت الاهلي ويقف فخور بيه ان هو كان في يوم من الايام النادي الاهلي. فيلافيو لما جه مصر هنا راح النادي الاهلي وجه النادي الاهلي، هكذا بالنسبه لكل اللاعبين اللي لعبوا في النادي الاهلي. فدي طبعا دي قيمه النادي الاهلي. ما تلاقيش لعيب بيمشي من النادي الاهلي ليه مستحقات يا استاذ اوسي، ده مش عمرنا ما سمعنا عن بعض الانديه الثانيه لعيبه بيبقى ليهم مستحقات قد كده، عمرنا ما سمعنا عنها يعني. حتى بالنسبه لمؤمن زكريا وحتى في لحظه فك الارتباط الراجل بيتعالج، الاهلي يعلن تحمل بالكامل نفقات علاجه حتى شفائه بالكامل، وهو الان لم يعد مثلا لاعبا. ده النادي الاهلي ودي قيمه النادي الاهلي ودي قيم ومبادئ النادي الاهلي العظيمه اللي هي موجوده وبتسري فيه من 1907. سريعا واخيرا توقعاتك لمباراه الاهلي وبيراميدز؟ تأهل الاهلي ان شاء الله لربع النهائي ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. يا استاذ اوسي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. شكرا يا استاذ امير، انا بتشرف بوجودي معاك. نبقى مستنيين حلقه كل خميس. ربنا يخليك، ده شرف ليا. شكرا ليك، نورتنا يا استاذ اوسي. كان ضيفنا العزيز طبعا الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير ونائب رئيس تحرير الاهرام، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا على الساحه الرياضيه المصريه.
والعالميه كمان، وفيما يتعلق بالنادي الاهلي بشكل محدد. خليني قبل ما اختم محركه اقول لكم نتيجه مباراه مصر للناشئين كره اليد مع ايسلندا حتى الان 23-18، ان شاء الله يفوزوا ويتاهلوا لدور الثمانيه والنصف النهائي. نصف النهائي، نصف النهائي ان شاء الله يتاهلوا لدور نصف النهائي، ونتمنى لهم كل التوفيق في انجاز جديد لكره اليد المصريه. ما تنسوش بكره ان شاء الله هيكون عندنا حلقه لكلام في الميديا. احنا بنطلع دلوقتي معاكم كل جمعه، بنطلع معاكم 7 ايام في الاسبوع. انتظرونا بكره وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.